بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. يوميا وكل يوم من الساعة 10 للساعة 12، احنا بنقعدش ال 12 لوحدة. أبدا لوحدة بنقعد كل يوم لوحدة، يعني المفروض ان احنا بنقعد لغايه 12، بس احنا بنقعد كل يوم لوحده، فبنقعد 3 ساعات بنقول لحضراتكم كل الكواليس وكل ما يحدث داخل بعثه النادي الاهلي من خلال الاهلي في المونديال. وطبعا انا بشكركم جدا 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 على ردود الافعال، ردود افعال كبيره جدا جدا على البرنامج. طبعا وجود الكابتن هاني ووجود الشكل الجديد اللي احنا عاملينه حاجه جميله جدا جدا جدا، فانا بشكركم جدا، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلبي كل احتياجات جمهور النادي الاهلي. يا كابتن هاني، طبعا يا اسلام، انا طبعا برحب بيك وبشكرك كمان على الاداء وعلى التواجد بشكل رائع، وده اللي الحقيقه تستحقه جماهير النادي الاهلي. احنا بنحاول بقدر الامكان بننقل صورة سنوية الحمد لله للنادي الأهلي في المونديال، وزي ما قال إسلام في أول حلقاته، يعني مش هتلاقوا الأهلي في المونديال أو أي فريق في المونديال غير النادي الأهلي إن شاء الله، وبنتمنى كل التوفيق لنادينا، وإحنا مستمرين مع حضراتكم بنحاول نغطي كل أخبار فرقتنا، كل أخبار كأس العالم للأندية، كل الكواليس واللقاءات وكل الحصريات الحقيقة اللي بنجيبها من السعودية. مجهود رائع من فريق الإعداد، مجهود رائع من كل واحد شغال ورا الكاميرا. الحقيقه بنحاول بقدر الامكان، وانتم تستحقوا، جماهير الاهلي تستحق الحقيقه كل الدعم وكل التقدير، والفرحه الموجوده دلوقتي ان شاء الله باذن الله تكمل بكره ان شاء الله اسلام، لان المباراه ان شاء الله هنتكلم عليها، لكن ما زلنا في الفرحه احنا كجماهير، ولكن صحيح اكيد فرقتنا مركزه على مباراه بكره ان شاء الله. قبل ما نتكلم في الفرحه وفي الاجواء وندخل في الاجواء يا كابتن، بعثه النادي الاهلي، لانه احنا اتكلمنا كتير في هذا الامر، ولكن صحيح الحقيقه بشكل رسمي اصبح الان بعثه النادي الاهلي تشكر الاشقاء في المملكه على الحفاوه والمسانده، وتشيد بالروح الرياضيه بين الجماهير المصريه والسعوديه. هقرا جزء بس من هذا الامر أكيد. عبرت بعثه النادي الاهلي المشاركه في كاس العالم الانديه التي تجرى فعالياتها بالمملكه العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية، وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيق اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين الكبيرين المصري والسعودي. وأكدت البعثة على ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود. طبعا شيء يحترم جدا، وزي ما اتكلمنا كلنا اولا كنا سعداء جدا بالتجربة العظيمة اللي بتقدمها السعودية، تجربة عالمية الحقيقة. مزبوط. وعاملين بروجكت وعاملين مشروع يستحق كل الدراسة والتقدير، وكمان يعني مش غريبة على شعب السعودية وعلى المنظمين ان هم بيطلعوا بافضل تنظيم على مستوى كاس العالم. الحقيقة بنشوف تنظيم اكتر من رائع. امبارح كان معانا المهندس عادل القيعي، رجع والراجل يعني بيقول للناس هناك الحقيقة استقبلونا بحفاوة كبيرة جدا جدا وابتسامات، وهي دي العلاقة ما بين الشعبين، يعني العلاقة، ودايما كرة القدم والرياضة هي الحقيقة الرابط الاقوى في ربط الشعوب مع بعض. وطبعا اكيد واحنا سامعين في السوشيال ميديا كمان بعض من جماهير الاتحاد السعودي هيساند النادي الاهلي في المباراه اللي جايه، هي دي العروبه وهو ده اللي احنا عايزينه، بعيدا عن المنافسه في ارض الملعب والاجواء اللي كانت قبل المباراه اجواء جميله، وما بعد المباراه كمان كان في مسانده كبيره جدا جدا من جماهير السعوديه بشكل عام للنادي الاهلي. فكل الشكر هنا كمان من الاهلي في المونديال لكل يعني مسؤول في السعودية وعلى التنظيم الرائع، وإن شاء الله تكمل على خير ويكون النادي الأهلي إن شاء الله إسلام طرف في المباراة النهائية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تنظيم أكثر من رائع زي ما حضرتك قلت، وزي ما كل الناس بتشيد الحقيقة، مش إحنا بس، ولكن كل الفرق المشاركة في المونديال بتشيد بالأداء أو بالأداء التنظيمي الرائع الحقيقة من المملكة العربية السعودية. الحقيقة أشقائنا إحنا شفنا المباراة اللي فاتت كانت عاملة إزاي، طبعا كان هناك تنافس جوه الملعب وحتى في المدرجات كان التنافس واضح جدا، ولكن في النهاية استطاع النادي الأهلي أن يفوز،
والجمهور السعودي ان يفوز بروح الجميله وبروح الحلوه وبروح الروح الرياضيه اللي احنا دايما متعودين عليها سواء من جمهورنا المصري وجمهورنا السعودي. البيان اللي بيتكلم اتكلم على الجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي الرائع الحقيقه، وعلى الجمهور السعودي والحفاوه اللي احنا دايما بنقابل بها. شيء مش جديد الحقيقه على المملكه العربيه السعوديه، ونتمنى لهم يا رب دوام التوفيق والفتره اللي جايه تبقى افضل وافضل وفي ازدهار دائم الحقيقه. خلينا نطلع قبل ما نتكلم في اي حاجه، نطلع نشوف واحد من اللي له ادوار كبيره جدا جدا، رئيس بعثه النادي الاهلي، رئيس بعثه النادي الاهلي الرسميه، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، في كلامه مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي الحقيقه اتكلم كلام مهم جدا 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 وقال كلمات مهمه جدا. خلينا نشوف المهندس خالد مرتجي ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. يعني انا عايز اقول بس لازم في وقت الفرحه دي نقول ان الفرحه دي ناقصه شويه، لان احنا يعني كنا نفسنا ان زميلنا الوزير الاسبق نائب رئيس النادي السيد العمري فاروق يكون موجود معانا عشان تبقى الفرحه مكتمله. نسال الله سبحانه وتعالى الشفاء، ويعني وربنا يا رب يرجعه لنا سالم غانم معافى من كل سوء. نرجع بقى للماتش. طبعا اولا مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لرجاله فريق الاول للنادي الاهلي، كلهم رجاله، كلهم عارفين قيمه النادي الاهلي، يعني كلهم فعلا على قدر المسؤوليه. الشناوي النهارده سطر تاريخ له، حسين الشحات سطر تاريخ له، من اكثر اللعيبه المشاركه في كاس العالم للانديه، ويمكن للجيل الحالي هو هداف النادي الاهلي. برضو علي معلول يعني احرز اكتر من هدف. فالحقيقه لعيبه الاهلي كلها رجاله، لعيبه الاهلي كلها عارفه قيمه النادي الاهلي، عارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، عارفه قيمه يعني ايه جمهور النادي الاهلي يفرح. من اول يوم في المعسكر شايف قد ايه اللعيبه عندها حرص، وقد ايه مركزه انها تعيد البسمه والفرحه لجماهير مصر عامه والنادي الاهلي خاصه، لان في الاخر احنا كلنا بنشتغل في منظومه واحده لصالح جماهير النادي الاهلي. الهدف الاساسي يمكن حتى كابتن خطيب لما نزل اوضه اللبس بعد الماتش، ودي مش عادته الحقيقه، نزل عشان يبلغهم ويقول لهم انا قلت لكم انتوا النادي الاهلي وانا فرحان عشان فرحه جماهير النادي الاهلي اللي جت ورانا دي. فالحمد لله رب العالمين، انجاز كبير باذن الله تعالى ربنا يكرمنا. زي ما قلنا عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، وبرده كابتن خطيب النهارده قال لهم في غرفه الملابس قال لهم انتوا احسن لعيبه في افريقيا وعندكم جمهور يعني بيهز جبال. فالحمد لله رب العالمين ان المنظومه اكتملت وقدرنا نعمل حاجه تسعد جماهيرنا، وفي نفس الوقت يعني باذن الله لو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وكسبنا نقدر نوصل للفاينل، وده يبقى انجاز كبير وتاريخي للنادي الاهلي. ومتهيألي ان كل اللعيبه وكل الجهاز وكل البعثه من اكبرها لاصغرها مركز جدا ان هو ازاي يحقق هذا الانجاز عشان يسعد جماهيرنا العظيمه اللي هي ورانا في كل مكان. والله الحمد لله رب العالمين، يمكن انا بدايتي كانت 2005 مع كابتن خطيب كان رئيس البعثه، الحمد لله يمكن انا الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمني من ولاد النادي الاهلي ان هو يشارك في التسع يعني بطولات. ده كرم كبير وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت دايما بنقول النادي الاهلي هو صاحب الفضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. جماهير النادي الاهلي هي دي الاساس اللي بتعمل اسامينا، هي دي اللي بتدينا القيمه الحقيقيه، لان اما يبقى وراك جمهور 80 مليون بيشجع النادي الاهلي فده شرف كبير قوي لاي حد بيمثل النادي الاهلي. الحقيقه ده يعني كرم كبير من ربنا، ويا رب كده يعني. يمكن انا اخر مره من سنتين كنت رئيس البعثه، ربنا كرمنا وخدنا البرونزيه، فيعني الحمد لله ده يعني يا رب كده تكتمل ان شاء الله ونعمل حاجه احسن من 2021 في الامارات. و زي ما قلنا في الاخر نفرح جماهير النادي الاهلي بحاجه، جمهور النادي الاهلي بيحب المكسب، والنادي الاهلي فعلا ولد ليكون نمره واحد. فباذن الله تعالى يا رب كده يكرمنا ونمشي خطوه خطوه. فكر في الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الاثنين، باذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدر نحقق حاجه
في تاريخنا تضاف لإنجازات النادي الأهلي في دولاب بطولاته، وفي نفس الوقت اللعيبه العظيمه اللي موجوده دي في بتاريخها ده تسطر تاريخ جديد ليها وتسطر انجاز ليها، لان هي تستحق، لان اللعيبه اللي عندنا دي عارفه قيمه ومسؤوليه النادي الاهلي، وعارفه قد ايه ان جمهور النادي الاهلي ده يعني هو الاساس ان هو يفرح، واحنا كلنا زي ما قلنا بنشتغل لفرحه جماهير النادي الاهلي. رابطه النادي الاهلي في السعوديه، ولو قلنا المصريين في السعودية يمكن أكبر عدد من المصريين في دولة عربية هو موجودين في السعودية، فإحنا حاسين إحنا بنلعب في وسط أهالينا في وسط بلدنا، مفيش أي نوع من الغربة، إحنا كنا داخلين الملعب وشايفين جماهيرنا، فمش حاسس إنك أنت بتلعب بره ملعبك، وفي الآخر هي الجماهير هي الأساس، زي ما كلنا بنقول جمهور ده حماه، هو الدرع وهو السيف وهو الـ 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 الأمان لينا كلنا، وهو فعلا أعظم جمهور في الكون. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يعني ما خيبش ظننا وربنا كرمنا، ويا رب نسأل الله سبحانه وتعالى الخطوة اللي جاية تبقى برضو كرم كبير منه، لأن هو يعني أعظم من سئل وأكرم من أعطى. علمنا من رموزنا، احنا كلنا ماشيين على الضرب على النظام والمبادئ والقيم بتاعت النادي الأهلي. كابتن الخطيب بيوصيك في الآخر قبل ما تطلع اي بعثة لازم تقفل على البعثة تمام، لازم يبقى في نوع من الحزم، والحقيقة احنا معانا لعيبة ومعانا جهاز يعني الحقيقة على قدر المسؤولية، وكله جاي مركز ان هو عايز يسعد الجمهور. ليه؟ لان يمكن النتائج الفترة اللي فاتت بالرغم ان احنا الحمد لله يعني احنا يعني الاول في مجموعتنا في افريقيا، والحمد لله باذن الله يعني في الدوري يعني، بس النتائج ما كانتش على يعني مستوى طموح جماهير النادي الاهلي، وبالتالي وجودنا في كاس العالم للأندية هو كان انا شايف الاصرار انها تبقى انطلاقه لعوده الفرحه لجمهور النادي الاهلي، عوده الانتصارات، وبإذن الله تعالى ده يتحقق، لأن كل الناس بتشتغل على قلب رجل واحد، وكل الناس بتشتغل لصالح التيشيرت اللي هي لابساه، وفي الآخر إن شاء الله رب التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى عشان نسعد جماهير. كابتن خطيب ولجنة الكورة ما بتتأخرش عن أي حاجة هو بيطلبها. إحنا النهاردة عندنا أعظم سكواد في أفريقيا، أنا بقول عندنا فرقتين مش عندنا فرقة واحدة، فكل الإمكانيات متاحة ليه إن هو بإذن الله تعالى ينجح، ورا جمهور عظيم، ويمكن هو ده اللي فارق معاه جدا، لان انا عارف قد ايه كولر ضحى بفلوس كتير قوي عشان خاطر جماهير النادي الاهلي، حبا في جماهير النادي الاهلي. ف هو بيشتغل، الراجل بيشتغل 18 ساعه، انا عارفه قد ايه الراجل ده بيشتغل، قد ايه مركز، قد ايه عايز يعمل انجاز لتاريخه، لان في الاخر هو النادي الاهلي هو اللي بيصنع النجوم، سواء لعيبه سواء اداريين سواء مدربين، النادي الاهلي هو صانع الابطال وصانع النجوم، وباذن الله تعالى ربنا يكرمه، لان الراجل ده بيشتغل جامد جدا عشان يحقق حاجه ليه هو شخصيا طبعا، ولجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. انك انت تشوف الجمهور بتاعك مبسوط، ده بالنسبه لك هو ده قمه السعاده، وانت بتشتغل في الاخر عشان كده. فاما ربنا سبحانه وتعالى يكلل هذا المجهود بتاع الناس كلها بتوفيق منه، مفيش شك ان ده كرم كبير منه. عملنا خطوة مهمة ان احنا نكسب اتحاد جدة في عقر داره، متهيألي دي هتدي اللعيبة بتاعتنا وهتدي الناس كلها الحافز والدافع ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى ينزل الماتش الجاي، يعني زي ما نقول ناكل النجيل عشان نعمل نتيجة كويسة، ان احنا نقدر يعني نلعب على الاول والتاني، ومفيش شك ان دي هتبقى حاجه يعني لينا كلنا ولتاريخنا كله، حاجه يعني انجاز كبير يعني، يا رب يوفقنا في ليه، وباذن الله تعالى الاهلي قادر واللعيبه دي قادره بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نقدر نعمل الكلام. الحقيقه كلام مهم جدا طبعا المهندس خالد مرتجي. الحقيقه الدينامو يعني حقيقه بيقوم بمجهودات رائعه من قبل حتى بعثتنا ما توصل، بعثه النادي الاهلي هو متواجد هناك مع الكابتن سمير عدلي والكابتن خالد بيبو، بيقدموا يعني بيجهزوا للمعسكر بشيء اكتر من رائع. علاقاته الكبيرة مع الفيفا، علاقاته على المستوى الدولي الحقيقة كمان بتسهل أمور كتيرة جدا جدا. الحقيقة
كلمة من القلب، يعني تحس الكلام طالع من القلب، وكل الكلام بيتكلم في نقط كلنا تربينا عليها الحقيقة، ان احنا كلنا بنشتغل لصالح النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر، وبنشتغل في منظومة واحدة محطوطة من سنين، وما بنطلعش على يعني الخط اللي مرسوم من سنوات طويلة جدا جدا. ومبادئ النادي الاهلي كمان بيتكلم على هذا الجيل الرائع الحقيقة، بيتكلم على افضل سكواد عندنا، ودي حقيقة يعني مش على لسان كمان المهندس أيه. خالد مرتجي، على لسان الخبراء اللي اتفرجوا على مباراة نادي الاتحاد وقالوا ان النادي الاهلي نادي عالمي وفريق الحقيقة متكامل جدا بشكل كبير. واتكلم كمان على الدور الكبير اللي بيقوم به الكابتن محمود الخطيب كلاعب اولا وكرئيس النادي بصفته طبعا رئيس النادي واسطورة النادي الاهلي، الادوار الرائعة اللي بيقوم بيها. وكلنا مع المهندس خالد مرتجي بنتمنى ان شاء الله احنا نكسر حاجز البرونزيه ونكون متواجدين ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه، ونلعب على الذهب والفضه، ويمكن هيكون انجاز كبير قوي 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 لهذا الجيل يا اسلام لو فعلا وصلنا للمباراه النهائيه. انت طبعا لعبت كاس عالم للانديه وعارف قد ايه الاجواء الرائعه لهذه البطوله، وقد ايه خدت خلال السنوات اللي فاتت كمان منحنى عالي جدا جدا من اهتمام العالم كله بهذه البطوله يعني. حقيقي ومن احلى البطولات اللي تلعبها في حياتك من منذ ان بدات وحتى الان بصراحه، يعني يعني حضرتك بقى لعبت في كاس العالم للمنتخبات، فانت عارف تقريبا نفس الاجواء، بس طبعا اجواء اقل على شويه على لكن مستوى الانديه يعني، هو بيبقى اجواء رائعه وتنظيم اكتر من حقيقي. رائع او فيعني انت لعبت دوت وحاسس اكيد باللعيبه وحاطط نفسك مكانه ده يعني انا نفسي ده. انا نفسي الجيل ده زي المهندس عدلي امبارح قال كلمتين حلوين جدا، انا بحب كلام المهندس عدلي القيعي بصراحه، لانه هذا الرجل لما بيتكلم بيتكلم كلام منطقي بعيدا عن طبعا في شويه عواطف وبتاع، لكن في الاخر المنطقيه هي اللي بتحكمنا. النادي الاهلي لماذا دائما النادي، انا وجهه نظري لماذا دائما النادي الاهلي هو الافضل في مصر وفي افريقيا وفي ما تيجي تتكلم في العرب في الشرق الاوسط؟ لانه النادي الاهلي يتعامل بمنطقيه، بمنطقية وبحب في نفس الوقت، ولكن المنطقية هي الأهم. يعني أنا بحب كابتن هاني جدا، بس كابتن هاني مش هيقدر يديني تاني في الملعب، خلي بالك مش هيقدر يديني تاني في الملعب، يبقى لازم أشوف بديل. كابتن هاني أنا بحبه جدا وكل حاجة، ولكن أنا بحب النادي الأهلي أكتر. أنا بتكلم هنا على المسؤول. أنا متفق معاك، هو الخط العريض مصلحة النادي الأهلي، الله ينور عليك، هي هو ده الخط العريض، ومن خلاله الناس بتشتغل. يعني إيه الأفضل لمصلحة النادي الأهلي حتى لو على حساب بعض العواطف أو على أيوة. بعض الأمور اللي الناس ممكن ناس كتيرة جدا تاخدها في عين الاعتبار وممكن تأجل قرارها بسبب هذا، لكن لو في مصلحة النادي الأهلي، النادي الأهلي ده اللي اتعلمناه حتى على مستوى اللاعبين، يعني حتى على مستوى اللعيبة مصلحة النادي الأهلي أولا المفروض تبقى على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى وانت رايح منتخب مصر أيوة. بيقولوا لنا ايه يا اسلام فاكر؟ يقول لك انت لاعبي النادي الاهلي، صح، لازم تكون مركز، لازم تكون مثل للعيبه اللي موجوده معاك في المنتخب، لما يشوفوك يقولوا ده لاعبي النادي الاهلي. ده اتعلمنا الكلام دوت واحنا صغيرين، يعني حتى واحنا رايحين منتخبات الشباب او منتخبات الاولمبيه او حتى منتخبات الناشئين، كان دايما مدربينا ومسؤوليننا يقولوا لنا لما تروح معسكر المنتخب والناس تبص عليك لازم تقول ده لعيب النادي الاهلي، التزامك في مواعيدك، التزامك في تدريبك، التزامك مع مدربك، التزامك مع اللاعبين الموجودين في المنتخب، فده اللي تربينا عليه الحقيقه يعني. فانا المنطقيه في الكلام اللي قاله امبارح المهندس عدلي القيعي فيما يخص هذه الامور ايه؟ انه احنا فريق كويس جدا وعندنا فريق سكواد رائع وهايل وكل حاجه، ولكن ممكن جدا نتغلب. يعني انا برضو مش قصدي والله ان انا ما تقوليش يعني ايه عشان ما حدش يقول لي اصل انت بتتشائم دائما، انا لا اتشائم، ولكن انا دائما بتكلم بالواقعيه وبالمنطقيه، عشان كده في بعض الناس بتزعل مني، ولكن هذه هي الحقيقه. فالجيل ده كمان وجهه نظري ان هو مش هقول الافضل لانه اجيال النادي الاهلي كلها رائعه، ولكن الجيل ده يستحق ان هو يصعد الى المركز الاول او الثاني وجهه نظري، لانه الجيل ده عمل كل حاجه تقريبا يا كابتن هاني، بقى لهم خمس ست سنين بيوصلوا للمباريات النهائيه في كل حته، وخدوا كل حاجه وعملوا كل حاجه، وتعرضوا للنقد، وتعرضوا ان هم يمشوا، وتعرضوا ان هم يرجعوا، عملوا كل حاجه. فانا اتخيل او انا بشوف ان الجيل ده يستحق ان يكون هو الجيل ان هم يضعوا نفسهم على منصات التتويج كاول او تاني. احنا دايما بنطلع او طلعنا قبل كده اربع مرات ثالث، ولكن المره دي عندنا طموح اكبر. صحيح. عندنا طموح هيقابله فريق هنتكلم عنه في وقتها لما نيجي نتكلم في الفنيات، فريق
من اقوى الفرق اللي انت هتقابلها من الناحيه الهجوميه، لازم تبقى مركز معاه مليون في الميه مش 100%. وبالتالي عندنا طموح، عندنا كل حاجه، ولكن محتاجين ان الفرقه تركز. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، الفرقه مش مركزه، الفرقه مركزه 200% 200 و300%، لان ده الهدف يا اسلام. يعني فرحنا كلنا بمباراه الاتحاد، لكن لما تيجي تسال البعثه وانت مسافر قبل ما تروح السعوديه، ايه هدفكم رايحين ليه؟ رايحين عشان نكسر حاجز البرونزيه ونوصل من اول يوم. صح، فده التارجت. وانا عجبني جدا كلمه انت قلتها، احنا لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه. صحيح، يعني الجزء ده مهم جدا، ان طموح اللعيبه الوصول للمباراه النهائيه، وده التارجت بتاعنا. وفوزنا طبعا للاتحاد ادانا فاليو كبير جدا جدا. وطبعا الصوره اللي قدامنا دي صوره، يعني صوره تاريخيه. يعني الحقيقه وجود الكابتن حسن حمدي موجود وبيدعم وبيتفرج على الفريق مع الاسطوره الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، حقيقه برضو ده نوع من انواع. طبعا معاهم القنصل برضو احمد عبد المجيد. صحيح، القنصل العام لمصري في جده. يعني طبيعي، يعني صوره كمان لما الناس تقول انتوا بقى بتقولوا جيل بيسلم جيل، يعني الكلام هو ده، هي دي الصوره، صوره النادي الاهلي، صوره النادي الاهلي. الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق مع الكابتن محمود رئيس النادي الاهلي الحالي، وهتلاقي بعد كده صور كابتن محمود رئيس النادي السابق مع اللي جاي. يعني هو ده النادي الاهلي، وهو ده تاريخ النادي الاهلي. والحقيقه كل رموز النادي الاهلي ما بتتاخرش في دعم فرقتها. صحيح، يعني وجود الكابتن حسن حمدي ده كمان اكيد هيضيف نوع من انواع الطاقه الايجابيه للفرقه، وجوده مع الفرقه اكيد هيضيف كمان لطموحات الفريق، لان طبعا اسم كمان كبير جدا جدا حقيقي في تاريخ النادي الاهلي. هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال القنصل العام. مش تقرير؟ طيب قالوا لي مش تقرير. انا اللي غلطت يا جماعه، معلش. عموما انا بشوف برضو ان الصوره دي او الفيديو اللي احنا شفناه، حاول تشغله لنا تاني يا سمير، لانه من حق كل الناس اللي قاعده دي ان هي تقال اسمائها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره، اعتقد كان تيمور حمدي ابن الكابتن حسن حمدي، الاسطوره كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، وايضا سعاده القنصل العام السفير احمد عبد المجيد موجود برضه، وكل الناس اللي موجوده دي يا جماعه كل واحد ليهم في النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي مش من قلبه ومن جوه اعماق قلبه. الصوره دي او الفيديو ده مش هنشوفه في حتت تانية، مش هنشوفه كتير، ولكن من المفترض يا كابتن هاني ان تكون هذه هي الطبيعيه، الصوره الطبيعيه او الفيديو الطبيعي لاي حته في العالم. طبيعي، لان بس انت يعني النادي الاهلي زي ما بقول لك هو عنده يعني اتحط اساس كبير جدا جدا من زمان، والناس ماشيه على هذه الخطوات، وناس بتزعل لما احنا بنردد الكلام ده، لكن هي دي الحقيقه. ويمكن انا قلت امبارح ان البطولات اللي انت بتوصل لها والاسم الكبير اللي انت بتبنيه على مستوى العالميه ده مش من فراغ، ده من شغل سنوات طويله جدا جدا وتضحيات كتيره جدا جدا ومشاكل كتيره. والنادي الاهلي دايما في الازمات زي ما احنا شفنا على المستوى الفني بيكون الرد العملي، رد النادي الاهلي خلال مباراه الاتحاد ده رد عملي، وجود الكابتن محمود الخطيب في الملعب زي ما حضراتكم شايفين. اجتمع مع اللعيبه كمان، خلي بال حضرتك قبل بدايه المباراه اجتمع مع اللاعبين واتكلم معاهم. بيني وبينك فرصه يا كابتن هاني، طبعا انا كلاعب في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه التوقيتات ومعايا من اول رئيس النادي وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره تقريبا كلهم هناك، وانا كفريق عندي افضل سكواد في افريقيا، عندي افضل مدير فني، عندي كل حاجه، عندي احسن جمهور في العالم وجهه نظري، محدش يقول لي انا بالنسبه لي جمهور الاهلي هو احسن جمهور في العالم. فانا بالنسبه لي فرصه برضو ان انا مش هلعب مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي مثلا، او الفريق الاوروبي دائما هو اللي بيبقى في المباراه النهائيه يعني في مزبوط. فبالتالي عندي فرصه، عنده فرصه كمان، فرصه صعبه جدا جدا طبعا، لكنها فرصه افضل من ان انا لاعب الفريق الاوروبي. واحنا المطلوب زي ما قلت لك يا اسلام، المطلوب ان احنا نعمل نفس الاصرار ونفس الاداء ونفس العزيمه، والنتيجه بتاعت ربنا، لكن لازم تطلع كل اللي جواك. لكن فرصه كبيره جدا لهذا الجيل الحقيقه ان هو يكسر حاجز البرونزيه ويوصل للمباراه النهائيه. واعتقد ده هو ده اللي موجود، يعني لما تلاقي احاديث اللعيبه يقول لك هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا عايزين. صحيح، عملنا الحمد لله وصلنا للبرونزيه 3 مرات، لكن احنا نفسنا نقف على منصه التتويج سواء على المستوى الذهب او على المستوى الفضه، وهو ده النادي الاهلي. والحقيقه واللي احنا شايفينه ده النادي الاهلي، ربنا يديك الصحه يا كابتن حسن. وبص خلي بالك كل الشباب اللي بيسلموا على الكابتن حسن دول
موجودين في النادي ويمكن يعني من ايام طبيعي. الجيل اللي قبل يعني من طبيعي. زمان طبيعي الناس الكابتن حسن متربية. يعتبر زي اخوهم الكبير زي باباهم الناس دي متربيه جوه النادي متربيه جوه النادي عارفين الناس ديت متربيه جوه النادي والنادي الاهلي حقيقي. لناس كتير هو بيته الاول مش بيته الثاني كمان الناس بتعيش في النادي الاهلي اكتر ما بتعيش في بيوتها وزي ما بقول لك يعني اجواء رائعه جدا جدا وان شاء الله باذن الله كل ده ينعكس ايجابيا ان شاء الله بكره على فرقتنا وعلى ادائها وعلى النتيجه ان شاء الله باذن يا رب ان شاء الله لانه الحقيقه بعد المشاهد الرائعه اللي احنا بنشوفها من رئيس النادي الاسبق لرئيس النادي الحالي لمجموعه من الاجيال الرائعه الحقيقه اللي من الممكن ان تتصدر المشهد خلال الفترات القادمه الحقيقه عندنا مجلس اداره على اعلى مستوى ولكن عندنا ماتش بكره مهم جدا 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 وماتش في غايه الصعوبه ولكنها فرصه هتقول لي ازاي هنتكلم مع حضراتكم وهنحكي مع حضراتكم في هذا الامر ولكن خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن هذه المواجهه الصعبه جدا الاهلي وفلومينينسي البرازيلي مواجهه في منتهى الصعوبه نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل تتجه أنظار عشاق ومحبي الأهلي في كل مكان في الثامنة مساء الاثنين نحو ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي زعيم الكرة الإفريقية مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين لرغبة كل منهما في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة على الجانب الفني هناك مواجهة ساخنة على الخطوط بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر والبرازيلي فير فرناندو دينيس سيلفا المدير الفني لفريق فلومينينسي للحصول على تذكرة نهائي النسخة الأخيرة لمونديال الأندية بنظامه الحالي وقبل تغييره لتقام النسخة القادمة في 2025 بمشاركة 24 فريقا يملك كولر العديد من الأوراق الرابحة التي يسعى لتطبيق فكره الفني من خلالها وهي تحركات مثلث الهجوم الجنوب أفريقي بيرسيتاو ومحمود كهربا وحسين الشحات للضغط على مدافعي الفريق البرازيلي ومن خلفهم حائط صد في وسط الملعب يقوده إمام عاشور ومعه الثنائي أحمد نبيل كوكا ومروان عطية من أجل تعطيل هجوم المنافس ومساعدة ثلاثي الهجوم في شن هجمات على مرمى فلومينينسي ويعتمد كولر في الدفاع على الخبرات الكبيرة للرباعي المتمرس على اللعب في كأس العالم للأندية التونسي علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وفي المرمى يقف الأخطبوط المتألق محمد الشناوي الذي يعيش أفضل فتراته الكروية أما فرناندو دينيس سيلفا مدرب فلومينينسي فيعتمد على خبرات بعض اللاعبين في المباريات القارية مثل مارسيلو الذي صال وجال مع ريال مدريد وفيليبو ميلي لاعب انتر ميلان واليوفنتوس صاحب 40 عاما وأيضا كينو لاعب بيراميدز السابق الجناح الطائر في الجانب الأيسر والذين يملكون خبرات كبيرة في التحكم في سرعة وبطء اللعب ولديهم مهارات فردية في الضغط على المنافس بالإضافة إلى المواهب الشابة في صفوف الفريق وعلى رأسها الموهبة البرازيلية أندري صاحب 22 عاما والذي يحظى برقابة كبار الأندية الأوروبية من أجل خطفه في الانتقالات الصيفية القادمة أكيد كلنا يعني منتظرين هذه المباراة لقاء أفريقي اللاتيني من العيار الثقيل الحقيقة ومباراة أكيد مباراة صعبة مش سهلة زي ما اتكلم إسلام واتكلمنا امبارح وهنتكلم بالتفصيل النهاردة عن المباراة لكن تاني عندنا كل ثقة وعندنا كل يعني ثقة في لعبتنا والإدارة الفنية إن شاء الله يعملوا مباراة تليق تاني باسم النادي الأهلي ويكون نتيجة هذه المباراة إن شاء الله الصعود للمباراة النهائية ده أملنا طبعا الحاجة الحلوة اللي احنا دايما بنستناها يا كابتن هاني النهاردة الجمهور برضو عمل لقطة رائعة دخل على اللعيبة في المران أو يعني سقف لهم أو شجعهم من بره يعني
الجمهور هو افضل شيء او افضل حاجه الواحد بيشوفها في حياته. خلي بال حضراتكم يعني ممكن احنا لعبنا في الملعب احنا بنحس الكلام ده اكتر من الناس اللي بتسمعه يعني. ممكن الناس تقول لك ايه انتوا يا جماعه بتطبلوا للجمهور جامد جدا، لا هذه هي الحقيقه والله العظيم. الحقيقه الوحيده ان الواحد اللي بيحب النادي الاهلي او الجمهور اللي بيحب النادي الاهلي ده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحب النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيفرحه، النادي الاهلي هو اللي بيسعده، النادي الاهلي هو اللي بيخليه يسافر السعوديه ويخليه يلف العالم عشان يمشي ورا النادي الاهلي ويخليه يتبسط مع عياله ويخليه هو كده. في ناس عايشه حياتها الاهلي في كل ما يخصها النادي الاهلي. لعيبه الكوره اللي لعبوا كوره في النادي الاهلي عارفين كويس جدا 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 الكلام. الكابتن هاني ممكن يبقى عنده مثلا الخلفيه وفاضل خمس دقائق لما يلاقي الجمهور بينده عليه في الملعب ال 150 ولا ال 100 الف اللي قاعدين ويندهوا عليه، الخلفيه بتروح وبيكمل الخمس دقائق اللي فاضلين. دي حقيقه يعني مش بنقول كلام وخلاص. يعني الناس فعلا لعبت كوره ولعبت على مستوى الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه تعرف الكلام ده، لان احنا حسينا بالكلام ده واحنا بنلعب. واحنا خلي بالك واحنا كمان صغيرين احنا يعني ما كنا بنلعب في قطاع الناشئين وبيكون في ناس بتتفرج على المباراه، لا بيبقى في حاجه مختلفه. دي اللقطه اللي انت بتتكلم عليها يا اسلام. ايوه هي دي اللقطه. طبعا حتى لو العدد، ولكن ملحمه طبعا الملحمه اللي كانت في استاد الدواره ملحمه كبيره جدا جدا، والجماهير النهارده كانت بتدعم الفريق. ممكن الحقيقه ممكن نسمع صوتك يا كابتن هاني احسن؟ يا ريت يا ريت. فاكرين جده، فاكرين الاهلي في اليابان، جمهوره معاه وفي اي مكان، اهلاوي ارفع راسك فوق، اولي 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 اولي. اربع حروف كتبوا الانجاز، هو عليها للاعجاز، قدرة تزيد قدرة تزيد، والنسر حالي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حاجه عظيمه يا اسلام، حاجه عظيمه جدا. جماهير النادي الاهلي الحقيقه يعني وبشهاده الناس اللي بره دايما يقول لك انت في قناه النادي الاهلي. لا انا بتكلم حتى بلسان الناس اللي بره بعد مباراه الاتحاد، قالوا جماهير النادي الاهلي الحقيقه جماهير عظيمه جدا، ومن الجماهير اللي بتعمل اجواء رائعه سواء في التمرين سواء في الملعب. فحقيقة كل التحية لجماهيرنا، وهو ده على العهد دايما أكيد يعني. الحقيقة حاجة حلوة جدا. بقولك أنا نفسي يعني نفسي، ولكن احنا بنحاول ننقل لحضراتكم الوضع اللي بيحصل. اللعيبة بقى بره الحاجات دي خالص، اللعيبة مركزة يا كابتن هاني وانت عارف طبعا. احنا مكلمين معظم اللعيبة تقريبا وبنتكلم معاهم يوميا، واخواتنا واصدقائنا واصحابنا اللي في السعودية كل الناس بتتكلم معاها بيقولوا لها يا اسلام اللعيبة مركزة بس في الملعب، مفيش حاجة يعني، ما حدش بيفكر في هنا ولا هنا ولا هنا. لا هو الفكره نفسه وهو سامع صوت الجماهير وهو بيتمرن، ده بالنسبه له حافز حقيقي. وبالنسبه له دافع كبير جدا جدا، و زي ما اتكلمنا الدوافع موجوده بعد الفوز الكبير على النادي الاتحاد. كل الامال ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عموما برضو بما اننا بنتكلم عن الفريق، خلينا نطلع نشوف ماذا قال مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قبل هذه المواجهه. مواجهه صعبه، كل شويه هقول هذه الكلمه، مواجهه صعبه. هنطلع نشوف كولر ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم، وبقى نتكلم عن الاخبار اللي عندنا، وهقول لكم بقى هنستقبل مين بعد ما نشوف هذا المؤتمر او هذا الجزء من المؤتمر الصحفي. سنبذل قصارى جهدنا من اجل تحقيق الفوز على فلومينينزي البرازيلي. فلومينينزي منافس قوي، ولدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية. قمت بالتحضير جيدا لتلك المباراة، وسأكون سعيدا حال تحقيق الفوز والوصول للنهائي. قمت بإعداد اللاعبين وحضرت جيدا لمواجهة فلومينينزي،
وشاهدت 4 مباريات لمنافس، وأنا أحب كرة القدم البرازيلية وأعشق مشاهدتها منذ الصغر، كما أحب مشاهدة أداء الأندية البرازيلية ومعرفة التقنيات التي يستخدمونها للوصول إلى المستوى الجيد. دينيز مدرب فلومينينسي له طريقة مختلفة وأسلوب خاص، وكل مدرب يسعى لتقديم الأداء الأفضل من أجل الوصول باللاعبين لأفضل مستوى، وهو ما يقوم به المدرب البرازيلي مع فريقه، وأنا مع الأهلي أيضا. عمر اللاعب ليس له علاقة بالأداء، ولاعبو فلومينينسي لديهم خبرات كبيرة ويقدمون أداء مختلفا، لكن الأساس هو الأداء داخل الملعب، سواء كنت شابا أو من عناصر الخبرة. وأنا سعيد للغاية بأنني أمتلك في الأهلي خليطا مميزا بين الخبرة والشباب. كهربا، متى أصيب اللاعب؟ هذه مجرد شائعة، وفي المباراة الأخيرة كان يلعب بشكل جيد، وكل ما يتم تداوله في بعض الأحيان ليس دقيقة. لا أعتبر أن فوزنا على اتحاد جدة سوف يتسبب في ضغوط علينا، حتى حصول اللاعبين على بطاقات صفراء لن يمثل أزمة بالنسبة لأي لاعب. المهم ألا يحدث أي انتقاد للحكم، تلك هي الأمور الخطيرة، لكن من الطبيعي أن يكون اللاعبون لديهم الحذر الكافي لتفادي الحصول على البطاقات الصفراء، وكذلك تفادي المخاطر غير الضرورية داخل الملعب. كنت أتمنى أن يكون لدينا المزيد من الأيام للتحضير للمباراة، سواء لنا كمدربين أو لاعبين، وكان من الأفضل أن يكون هناك فاصل أكثر من 2 يوم، ولكننا في النهاية سوف نتعامل مع الأمر الواقع بالشكل المطلوب. طيب، رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد هذا اللقاء الحقيقة، وكلام مهم جدا بيقوله مرسل. احترام كبير للمنافس زي ما تعودنا من كولر، بيتكلم بكل احترام على الكرة البرازيلية بشكل عام، وأنه حتى بيحاول يتفرج على الكرة البرازيلية في تقنيات معينة هو بيحاول يشوفها، لأن بيعظم اكيد من الخصم. ده مهم جدا للمدرب، يعني المدرب لازم يكون بيحترم، علشان كمان ده ينعكس على اللعيبه بشكل كبير. صحيح. لكن في نفس الموقف يقول لك انا عندي ثقه في لعيبتنا، وعندنا ما نقدمه ان شاء الله بكره باذن الله. يعني يا رب ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله. احنا لسه قدامنا طبعا الحلقه طويله جدا، ولكن خلينا بس نروح يا كابتن هاني بعد اذنك. يلا. نروح لزميلتنا سالة حامد النهارده اللي هتكون معانا عشان تقول لنا كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والخاصه بالمواقع الاجنبيه والمواقع البرازيليه والصحف البرازيليه، كل شيء او كل ما يخص مباراه بكره ان شاء الله. ازيك يا سالة، منوره. بنورك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ وطبعا برحب بيك، وبالتاكيد برحب بكابتن هاني. مساء الخير عليك يا سلام. مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا كالعاده يعني طبعا مبسوطه معاكم بالتاكيد ان انا معاكم لثالث مره على التوالي في الاهلي في المونديال، ولكن طبعا النادي الاهلي رابع مره على التوالي، لكن انا الثالث مره على التوالي. والله السنه الجايه ان شاء الله كمان. ان شاء الله. وطبعا مبسوطه معاكم، وزي ما قال كابتن اسلام ان شاء الله النهارده يعني في فقرتنا عندي اخبار كثيره جدا متعلقه بالنادي الاهلي وبالتاكيد جميع الفرق المشاركه في البطوله. يلا بينا. كان طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده والمتعلقه ببعثه فريق النادي الاهلي المشاركه في مونديال الانديه، واول خبر معانا هيكون متعلق بالنادي الاهلي واستعداداته طبعا قبل مباراه بكره. يمكن اختتم النادي الاهلي استعداداته قبل مواجهه فلومينينسي البرازيليه المقرر لها يوم الاثنين عند 8 مساء بتوقيت القاهره ضمن مباريات الدور النصف النهائي لبطوله كاس العالم للانديه. وحرص السويسري مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي على عقد جلسه فنية مع اللاعبين، وتم مراجعة طريقة اللعب التي سيخوضها الفريق للمباراة والتأكيد على مهام كل لاعب، كذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.
كمان النهارده من ضمن الاستعدادات اقيم اجتماع فني لمباراه الاهلي وفلومينانسي البرازيلي في العاشره اليوم الاحد، وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي امين الصندوق وكمان رئيس البعثه والكابتن خالد بيبو مدير الكره وحنان الزيني المنسقه ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والدكتور احمد جبله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الاداري والاستاذ وائل محمد الاداري واللواء علاء صلاح المنسق الامني واحمد الطوخي مسؤول التسويق بجانب ممثلي نادي فلومينانسي البرازيلي بالاضافه الى المنسق العام ومراقب المباراه وممثلي الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا وعدد من اعضاء اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ان يرتدي النادي الاهلي قميص الرمادي والشورت النبيتي ويرتدي حارس المرمى الطقم الاخضر. كمان فريق فلومينانسي البرازيلي الطقم بتاعه هيكون مكون من قميص الاخضر والنبيتي والشورت الابيض، والحارس المرمى هيكون الطقم بتاعه هيكون الطقم الازرق. يمكن طبعا خليني قبل ما اكمل اخبارنا النهارده يمكن خليني ارجع لك طبعا يا كابتن اسلام ويا كابتن هاني اسالكم، شايفين المواجهه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وفلومينانسي البرازيلي شايفين المواجهه بكره ازاي، خاصه انه طبعا الفرق في برازيل تتميز بالقوه والسرعه ويعني حته الهجوم عندهم بتكون قويه جدا. أنا في رأيي المباراة زي ما قال إسلام مباراة صعبة، لكن أنا كمان عندي ثقة كبيرة جدا لو نفس الأداء ونفس العزيمة ونفس الروح. أنا بتكلم كمان على بعيد عن الفنيات، الروح اللي كانت موجودة والإصرار اللي كان موجود عند اللعيبة، أعتقد لو ده اتنفس بكرة مع بعض الأمور التكتيكية زي ما أنت قلتي كلنا يعني من خلال التحليل الفني وفريق بيلعب كرة هجومية بحتة عنده بعض المشاكل في الدفاع، لكن كل دوت الحقيقة ممكن بيختصر في جزئية التركيز والإصرار على الفوز بإذن الله. فأنا متفائل بكرة إن شاء الله النادي الأهلي هيعمل مباراة جيدة والنتيجة بتاعت ربنا، بس إن شاء الله نكسب يعني. هو فريق زي ما كابتن هاني قال 50-50 يعني بيهاجم بشكل قوي جدا جدا جدا، عنده بعض الأخطاء الدفاعية اللي هنتكلم عنها في آخر الحلقة إن شاء الله، ولكن فريق مش سهل، فريق صعب جدا. صحيح يا جماعه من فضل حضراتكم محدش يقول ان احنا هنلعب مانشستر ازاي مانشستر سيتي ازاي، هذه ليست الحقيقه. عندنا مباراه بكره صعبه جدا جدا جدا، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام لاني ببص على التليفون كمان كل شويه اشوف الناس سابقه الاحداث شويه، الناس سابقه الاحداث والله والله، اللي اتفرج على ماتش اي مباراه اتفرج على شويه فيديوهات لهذا الفريق هتلاقي نفسك قاعد قلقان أكيد، لكن ثقتنا كبيرة زي ما كابتن هاني بيقول في فريق هو الأفضل في أفريقيا، هو الأفضل في الشرق الأوسط، مش كلام ولكن هذه هي الحقيقة. عشان كده أنا بقول دايما من فضل حضراتكم لا عايزين نقف في ظهر فرقتنا زي ما حضراتكم واقفين كده وزيادة كمان، لأنه عندنا ماتش صعب جدا 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 بكرة، ولكن ثقتنا كبيرة جدا في الفرقة إن شاء الله. تأكيد يا كابتن إسلام، بس أنا متفائلة يعني إن شاء الله إن شاء الله. كلنا شاء الله. متفائلين، ومين مش متفائل؟ كلنا متفائلين، ولكن دائما المنطقية اللي احنا كنا بنتكلم فيها في بداية الحلقة يعني حلقة امبارح كان اسمها أو العنوان بتاعها زيو، حلقة النهاردة المنطقية فيعني المنطقية في المنطقية في الكلام هي اللي بتخلينا دايما أو بتخلي النادي الأهلي دايما يبقى هو الأفضل في أفريقيا. بالتأكيد يا كابتن إسلام. طبعا خلينا النهارده نستكمل اخبارنا المتعلقه بالتاكيد بمونديال الانديه، وكمان يعني بعثه فريق للنادي الاهلي مشاركه في مونديال الانديه تلقت خطابا من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اليوم الاحد يؤكد فيه رفضه لارتداء جميع لاعبي النادي الاهلي قميصا يحمل رقم 72 اثناء فتره الاحماء. وقال الاتحاد الدولي لكره القدم في خطابه ان ارتداء لاعبي النادي الاهلي قميص الاحماء المشار اليه قبل المباراه السابقه للنادي الاهلي امام الاتحاد جدة يخالف للوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب. وقامت بعثة فريق النادي الأهلي بالرد على فيفا بخطاب أوضحت فيه حياثات ارتداء لاعبي النادي الأهلي قميص الإحماء رقم 72، لكن الفيفا أكد أن الفريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده هي بعض التصريحات بالتاكيد قبل مباراه الاهلي وفلومينانسي البرازيلي. يمكن من ضمن التصريحات النهارده اكد فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينانسي البرازيلي احترامه الشديد للنادي الاهلي وذلك قبل مباراه الفريقين غدا. وقال دينيز الاهلي فريق صعب وتنافسي للغايه، شاهدت 8 مباريات للاهلي اخرها مواجهه اتحاد جده ومباراتنا لن تكون سهله، ولكن هدفنا تخطي هذه العقبه الصعبه والوصول الى النهائي. وعن مواجهه من
مانشستر سيتي قال لا يمكنني الحديث عن النهائي او اي فريق اخر بخلاف النادي الاهلي، وستكون يعني قله احترام لهم، وكل ما افكر به هو حاليا مباراه غد ولا شيء اخر. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده والتصريحات، يمكن اشاد البرازيلي فليبي ميلو لاعب فلومينانسي البرازيلي بالنادي الاهلي انه قبل مواجهه الفريقين، وطبعا دي هتكون في نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه 2023، قال فليبي ميلو في حوار يعني اجراه طبعا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، انه الوصول لنهائي كاس العالم للانديه صعب للغايه، عندما جئت الى هنا يعني مع بالميرس فاز علي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان ذلك أثناء وباء فيروس كورونا، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للراحة والتعود على الفرق في تعود الفريق طبعا يعني على هذا التوقيت. ووصف الأهلي بأنه فريق قوي ومدربين يعني عنده طبعا مدربين جيدين للغاية، ونحن نستعد لهم قدر الإمكان، وعلينا جميعا أن نكون في أفضل حالتنا من أجل التأهل. كمان من ضمن التصريحات، وهو النجم البرازيلي المخضرم طبعا مارسيلو، يمكن قال مارسيلو طبعا لاعب فلومينانسي البرازيلي عن مواجهه فريقه امام النادي الاهلي، قال مارسيلو في مقابله مع موقع رسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا انه، وطبعا هو كمان نجم نادي ريال مدريد الاسبق، انه فلومينانسي يعني يمتلك كل الامكانيات للمنافسه بقوه على كاس العالم للانديه والفوز باللقب، ويمكن كمان ضاف انه شاركت من قبل يعني في كاس العالم للانديه 4 مرات مع ريال مدريد وفزت باللقب في جميعها. واوضح يعني مارسيلو انه دي لن او لكن هذه النسخه من البطوله لها طعم خاص بالنسبه لي، لكنني ساشارك في بطوله كاس العالم للانديه رفقه يعني فريق طفولتي وعن امكانيه الفوز بالكاس للمره الخامسه. رد وقال يعني احتراما لخصومنا في البطوله لن اتحدث مطلقا، لدينا ما يلزم المنافسه على لقب كاس العالم الأندية ومن اللعب والقتال من أجل اللقب. يمكن كمان الخبر اللي معانا النهارده، ويمكن ده خبر سعيد لجميع جماهير النادي الاهلي، هو انه اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا موعد انطلاق منافسات كاس العالم للانديه 2025 بنظامها الجديد بمشاركه 32 فريق من ضمنهم النادي الاهلي، بناء على تتويجه بدوري ابطال افريقيا لموسم 2020-2021. واشار الحساب الرسمي لفيفا الى انطلاق كاس العالم للانديه 2025 في الفتره من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن الأهلي المشاركة في البطولة كذلك الوداد المغربي، فضلا طبعا عن تواجد الهلال السعودي وكذلك فلامينجو البرازيلي وبالميراس، كمان سيتال ساوندرز بطل كونكا كاف 2022 ومونتاري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكا كاف 2021. ومن أوروبا ضمن تشيلسي وريال مدريد المشاركة أيضا في البطولة، وبناء على ذلك فأن فرق قارة آسيا سوف تتنافس على يعني آخر 3 مقاعد متبقية في البطولة، بينما تبقى مقعدان لقارة أفريقيا مثلهما للكونكا كاف، و4 مقاعد لفرق أمريكا الجنوبية و10 لقارة أوروبا. وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد انعقاد جلسة الفيفا في مارس 2023، فأن مونديال الأندية بشكله ونظامه الحاليين سيتم إلغاؤه، ولكن ستحل محله بطولة ثانوية للأندية. من ضمن كمان اخبارنا النهارده، وخلينا طبعا نواصل الاخبار والمتعلقه بالتاكيد الخبر ده بفريق مانشستر سيتي الانجليزي، يمكن النهارده البعثه تابعه لمانشستر سيتي الانجليزي وصلت لمدينه جده للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، والسيتي النهارده او يعني طبعا سيواجه يعني فريق اوراوا ريدز الياباني، وهو طبعا بطل دوري ابطال اسيا الساعه 8 يوم الثلاثاء في دور النصف النهائي في مونديال الانديه. و بيشارك الفريق مانشستر سيتي في البطولة كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل أوروبا، وبعد التتويج بالتأكيد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
كمان يعني من ضمن اخبارنا يمكن اخر خبر معانا النهارده هيكون متعلق بفريق ليون المكسيكي. يمكن اعلن نادي ليون المكسيكي بشكل رسمي اقاله مدربه الارجنتيني نيكولاس بعد الخساره من فريق اوراوا الياباني وتوديع كاس العالم للانديه مبكرا. وخسر ليون المكسيكي 1-0 امام اوراوا الياباني. ونشر النادي المكسيكي بيانا رسميا جاءت فيه اعتبارا من هذه الليله توقف نيكولاس عن منصبه كمدير فني لنادي ليون، وهو قرار مؤلم جدا للمؤسسه لانه يعني يقطع مشروعا يعني كلنا تعلقنا عليه املنا كبيره. ويوجه النادي طبعا ليون الشكر لمدرب وطاقمه الفني على التتويج ببطوله كونكاكاف، واوضح النادي انهم لن ينسوا ذلك او تلك، لكن في الوقت ذاته يشعرون بالحرج من الطريقه التي غادر بها الفريق البطوله الاكثر اهميه في تاريخه. كده طبعا كانت كل اخبارنا يعني النهارده في فقرتنا. بالتاكيد يا كابتن اسلام دي كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع الفرق المشاركه في البطوله. بشكرك كده طبعا يا كابتن هاني، وبشكرك جدا يا كابتن اسلام السجد. شكرا ليكي، طبعا تغطيه رائعه كالعاده، وان شاء الله باذن الله يعني تكون عاده ما تتقطعش، وان شاء الله نشوفك السنه الجايه كمان في السنه الرابعه على التوالي زي الاهلي. هو الاهلي هيشارك كده كده السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل. شكرا رسالة على وجودك معانا، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. وزي ما حضراتكم عارفين احنا دايما بيكون معانا سكايب من السعوديه يا كابتن هاني، هنعرف اخبار الاخبار ونعرف كل حاجه، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل الكابتن عادل طعيمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. انتوا منورين ومشرفين، منور يا كابتن، متابعينكم مصر كلها بتتفرج عليكم. الحمد لله الحمد لله. عاملين كابتن هاني طبعا وجوده مع الديكور بتاع الاستوديو كله، الحقيقه وجود حضراتكم حاجه جميله جدا جدا. الحمد لله والشكر لله. طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي. الحقيقه النتيجه ديت كانت انا كواحد بشتغل في المهنه دي كنت متوقعها. اوكي، متوقع 3-1 او يعني نكسب يعني متوقع ان احنا نكسب، لانه نادي الاتحاد جايب مدرب بقاله يمكن اقل من شهر وعنده مشاكل في خط الظهر. كولر درسه كويس صحيح، وعرف ازاي يقابله من بدايه المباراه. واصر على كوكا علشان كانت مفاجاه بالنسبه لك كابتن، كانت يعني مفاجأة وجوده بالنسبة لي. وجوده في التشكيل في التشكيله الاساسيه. انا كنت حتى يعني لا انا قلت لا في بدايه الماتش قبل الماتش ما يبدا كنت خايف على الولد بصراحه، انه يعني هيبدا في ماتش تقيل زي ده وفي نص الملعب عندهم عناصر جيده جدا صحيح. لكن بعد المباراه واثناء المباراه حسيت ان الراجل ده فكره عالي جدا. الراجل ده كولر ده لبعض الناس اللي من لا يحبه لا يشجعه النادي الاهلي بقولته بعد ما لا يحبه. الراجل ده بيلاعب واحد هو طبعا بيحب اللعيبه اللي بتلعب برجليها الشمال. اوكي، هتبص تلاقي كل اللعيبه اللي هو بيجيبها كريستو شمال، احمد قندوسي شمال، بيلعب كجبهه علي معلول وشحات وكوكا، بحيث ان هو الجانب ده يبقى قافله، لان الجانب ده عندهم في الاتحاد الطرفين على طول طايرين، ما بي يعني على طول طايرين ما بيقفوش صحيح. وبالتالي انت لو قفلت الجبهه دي وقفلت هناك بيرسيتاو مع هاني مع امام عاشور مع مروان هتبقى الجبهات دي مقفوله، وبعدين في نص الملعب انت تستطيع ان انت تسيطر في اوقات معينه وتضغط في اوقات معينه، ثم في اوقات معينه ثانيه بعد ما كنت بتضغط انت كنت بتشوف امام عاشور بيعمل ايه؟ بيروح يضغط على حارس المرمى على الرغم ان هو مفروض ان هو بيلعبه كانه راس راحه حربه ثاني. فكون هو بلعب كوكا على اساس ان هو علي معلول لما بيزيد الراجل ده بيبقى من مكانه الى جانب طبعا عبد المنعم. فالجبهه دي تبقى وفعلا مقفوله دفاعيا وفي الهجوميه كويسه ودفاعيا كويسه. فالراجل ده هو عايز يجيب لعيبه شهور بكتير. اوكي، ودي ميزه هتلاقيها في المان سيتي تقريبا 60-70% من اللعيبه كلهم بيتميزوا باللعب برجلين الاثنين ولكن الشمال اكتر. الحاجه الثانيه
مكسب المباراه ديت لا قدر الله لو كان فيه اخفاق كانت هتبقى مش كويسه ابدا. لذلك دايما بؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى معانا في كل خطواتنا، لان احنا بنجتهد وبنتوكل على الله. بيفكرني ماتش الوداد، في الوداد وبنكسب ناخد البطوله على الرغم، وطبعا دي لو خسرنا البطوله دي كانت هتبقى شكلها مش كويس. مش زماننا هناك النهارده في كاس العالم كده. يعني او كده. وبعدين الماتش اللي فات الحقيقه الراجل كولر عقليه محترمه، عقليه، وده دايما بطلع معاكم يعني بنتكلم ان الراجل ده فكره عالي جدا، بيعرف يحضر لعيبه كويس قوي. واذا كان في فتره حصل فيها اخفاق شويه او عدم اداء الصوره اللي احنا كنا بنتمناها، لكن يا كباتن اللي حصل اداره الفريق من كابتن الخطيب، لجنه كوره، لجنه تخطيط، مجلس اداره، شركه الكوره، وقفوا وقفه قبل ما نسافر باسبوع، وقلنا الكلام اللي احنا قلناه مع حضرتك. قلنا ايه؟ في عدم تركيز، في تسايب شويه، في ناس خمس بطولات مأثرين على ادائهم شويه. الوقفه دي بتفكرني بوقفه سان داونز بتاعت الخمسه. برضو اجتماع على طول فورا مع كابتن الخطيب مع لجنه الكوره، حصل ايه؟ خمس بطولات. الماتش ده احنا كسبناه باداره على اعلى مستوى، ثقه في المدرب، ثقه في اللعيبه. وزي ما قال خالد كابتن الخطيب بيقول له ايه؟ اقفل على اللعيبه ويبقى فيه حزم. الكلمتين دول ما يفوتوش حقيقي. طيب برضو يا كابتن عادل، علشان عايزين نتكلم فني اكتر بقى النهارده، لانه بكره الناس يعني، انا حتى لسه كنت بتكلم مع كابتن هاني في الانترو، وبنقول ان الماتش بكره صعب جدا، مش ماتش سهل. يعني الناس بتكلمك، واعتقد لسه يعني حضرتك كان معاك تليفونات وانت داخل وانت طالع، دايما الناس بتكلمك تقول لك ايه مانشستر سيتي وفريقه قوي وبتاع، ما حدش بيفكر في ماتش بكره، ما اعرفش ليه. لا الاهلاويه لا. اوكي. الاهلاويه اتربينا ان احنا كل ماتش. صحيح. عمر انا بقى اسبق يعني، حتى لعيبه، حتى لما تبص تلاقيه لعيبه بره يقول لك حتى في الدوري يقول لك ايه، انا خلص الماتش هنا، ما تقوليش الزمالك امتى، انا هخلص الماتش ده. اللعيبه اتربت على كده وهي شغاله على كده. وبعدين برضو يا كابتن، انا في احساس عندي دايما في كره القدم، مفيش حاجه صعبه طالما انت بتتقن عملك. يعني لما انتوا بتتمرنوا احسن تمرين وبتاخد حقوقها كامله وراك جمهور يعني بالملايين، وقبل ده وده توفيق ربنا واتقانك لعملك، الاوروبي يبقى افضل منك في ايه؟ غير في المناخ. المناخ اللي فيه بقى التصوير وفيه كذا وفيه كذا. علشان كده احنا ما بنربي ولادنا، بنربيهم على كده. الراجل الخواجه ده ما هوش افضل منه. والدليل على كده بطوله الدوري الاوروبي، سواء في اسبانيا او هنا او هنا، معظمه لعيبه افارقه وكلهم نجوم. فانا بشوف ان تيم البرازيل بقى لها اكتر من 12 سنه نتائج يعني غير متوقعه. في البرازيل بيطلعوا من الادوار التمهيديه سيئه يعني. طبعا. مفيش حاجه كابتن صعبه في الكوره. انت بتلعب ريال مدريد، كنا انا مع حضرتك ليله المباراه مع الكابتن هاني، وقلنا هنأدي مباراه جيده. احنا الشوط الاولاني حسين الشحات انفراد، شريف انفراد، وبعدين غلطه جه منها جول بقينا 1-0، وبعدين بعد ما كنا 2-1 في الدقيقه 88 كره بتتلعب بالعرض، مجدي محمد مجدي كان ممكن يبقى فيه تعادل، ثم في الوقت الضايع مفيش حاجه في الكوره. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل مدارس الكوره بقت موحده؟ يعني زمان كنا بنقول لما بنلاعب مثلا فريق على مستوى امريكا اللاتينيه لا ده ليه ستايل معين، لما نلاعب فريق على مستوى اوروبا لا ده ليه ستايل معين، لما تلاعب فرقه من اسيا لا ده ليها ستايل معين. هل خلاص المقوله دي انتهت وبقت الكوره في العالم كله تقريبا الدنيا مفتوحه بشكل كبير جدا والكوره ما بقتش مختلفه بشكل كبير؟ هل انت شايف ده موجود في فريق طبعا بطل كوبا امريكا واول مره يفوز او اول مره كمان يوصل لكاس العالم انديه، شايف ده ازاي؟ يعني شايف هل هنقابل نفس المدرسه بنفس الاسلوب؟ احنا كنا بنلعب فريق عربي، فريق من اسيا، هل هتختلف شويه
يعني استراتيجيه كولر بكره امام فريق فلومينسي؟ ما اعتقدش يا كابتن، بس هو كل فتره كل 10 15 سنه بيطلع مدير فني يروح عامل تغييره كده، فتلاقي جوارديولا يطلع فتلاقي حارس المرمى بقى اللاعب 11. قبل جوارديولا ما كانش فيه الكلام ده. عمليه الاستحواذ والاستحواذ بكثافه عاليه جدا ما كانتش موجوده، كان في معظم الاداء حارس المرمى ده يعني بس مجرد انها تجيله يشوط ضربه المرمى يشوط ضربه المرمى وخلاص. دلوقتي حارس المرمى بتعتبره من نجوم المباراه، يعمل لك الهجمه المرتده، يبتدي الهجمه صح. لا لا، النهارده في ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول يعني اونانا بيعمل ايه واليسون بيكر بيعمل ايه؟ جزء بيلعبوا تحت يعني بيلعبوا على خط الجول. اه والله يا كابتن، ده يعني ما اعرفش النهارده اونانا ده في كره رقص فيها دي، لو عندنا هنا في مصر ده كان المدرب جه دخل اللعيب وطلعه ورماه. واحيانا بتحصل خطا كده طبعا طبعا، هو مش صح. انا ما بقولش ان هو صح، بس انا بقول لك ان هو النهارده بس هم متدربين على كده. الفكره نفسها اللي موجوده دلوقتي ان انت كحارس مرمى لازم تبدا الهجمه وبتبدا بشكل كويس وبتشتغل كلاعب. هو خلي بالك دلوقتي حراس المرمى بيتمرنوا نص ساعه او ساعه الا ربع كانه لاعب، يعني مش حارس مرمى، بيخش التقسيمه وبيعمل الباسنج وبيعمل الضغط وكل حاجه عشان ياخد احساس البيلدينج اب او احساس بناء الهجمه. لكن انا سؤالي هيختلف شويه التخطيط او خطه كولر بكره امام فريق من امريكا اللاتينيه كان امام الاتحاد شكل ممكن يكون شكل مختلف، ولا انت شايف ان الامور لا هو هيستعد بشكل على شكل الاداء؟ لانه كمان قال في المؤتمر الصحفي كان نفسي يبقى الفتره طويله شويه عشان نتعرف اكتر على الفريق ده. متخيل كولر هيتعامل ازاي بكره مع المباراه يعني؟ والله كابتن هاني انا بتخيل انه فليمونينز اعتقد انه شبيه بنادي الاتحاد، عنده وسط الملعب والمهاجمين بيأدوا بشكل جيد وفي القوه بتاعتهم هناك، لكن خط الظهر في اخطاء هتبقى قاتله، واحنا شفنا ماتش الاتحاد الاخطاء اللي كانت مؤثره جدا واللي كولر قدر ان هو يستغلها. صحيح الباكين بتوع الاتحاد ايه اللي حصل؟ بيرسي تاو بقى ياخد الراجل كم مشوار لحد لما جاب له مزق وطلع. وكان ممكن جدا لو في بس سن التوفيق ان انا بعد ما بعدي من الراجل ان انا بس اقف بدل ما العبها متسرع، اقف وبعدين ابتدي اي حد جاي ابتدي العبها له. وكذلك حسين الشحات، الاطراف كانت بتادي دور مهم جدا واستغلهم كولر ان الباكين الطايرين على طول دول ابتديت انت تستغل. وشفنا الشوط الثاني لما كريم نزل شفنا الاداء بتاعه كان فين، وحسين الشحات لما جاب الجول الثاني جابه منين. فاعتقد ان خط الظهر الماتش بتاع بكره مع الفريق البرازيلي اعتقد انه مش هيغير في اسلوب الاداء يعني برضه هيبقى فيه، ودايما الراجل بيعمل كده بيعمل عمليه ضغط ثم سرعه ارتداد بامل ان حد يغلط. ودي حصلت قبل كده مع الراجل ده ومع موسيماني، حتى بيعمل عمليه الضغط وبعدين ومجرد الكره ما هتعدي بيروح عامل عمليه الانكماش بحيث ان انا بضيق المساحات في التلتين الملعب بحيث ان انا ما فيش حد يتخطاني. وده اللي كان بيحصل من ساعه الراجل ما جه وهو بيعمل الاداء ده، وتلاقي دايما بيجيب اكتر اهداف والاهداف اللي بتيجي فينا قليله جدا. ما اعتقدش ان هو هيغير الا اذا يعني انا سامع يعني في تغيير احتمال يلعب باكرم كباك رايت على اساس ان هاني ادى يعني مجهود بدني كبير جدا. برضه كوكا اعتقد انه طلع وكان فيه كرامب شديد، ما اعتقدش ممكن انه يبدا بيه، ممكن يبدا بديانج الا اذا هو الراجل شايف ان الكرامب ده اللي جه او اذا كان في شد خفيف. المؤتمر الصحفي قال ان كله جاهز كله جاهز. طب الحمد لله. حتى قال لك على كهربا لما بيسالوه كهربا تسمع لهم لا على حد علمي ان انا لغايه الغدا ممكن يكون اتصفى الغدا بقى يا كابتن. ده قال كده. ايوه صحيح. ده قالوا بيرسي تاو متعور وقالوا كهربا متعور ومش عارف ليه ماشي هو في صالحنا خليهم يقولوا بعدين يفاجئوا بيهم في الملعب. الحمد لله وشكر لله. بس في نقطه يعني فريق النادي الاهلي بصراحه اتفضل من اول الاداره وعمليه الوعد مع الكولر وعمليه التخطيط وعمليه القفله وعمليه البيان اللي نزل تاني يوم، بيان لعيبه لازم تركيز في كذا في كذا في كذا،
كانت مهمة جدا. وبعدين جهاز الفني اشتغل كويس قوي بحيث ان هو يعرف فريق الاتحاد ده بيأدي ازاي وازاي بنزيمة تقريبا ياسر ما خلاهوش يعني ما عملش حاجة تقريبا يعني كل الكرات كانت باستمرار هو واخدها سواء كرات عالية او كرات اللي صحيح. فيها الدبل باص والحاجات ديت لكن كل الفريق كان نجوم من اول الإدارة للجهاز الفني للاعبين وطبعا قبليهم الجمهور ثم توفيق ربنا هي. بس في حاجة مهمة جدا في بعض الناس مش واخدين بالهم منها وهي نجوم المباراة اولا الفرقة زي ما انت بتقول يا هاني لعبة جماعية فالفريق كان كله نجم هي. ما اقدرش اقول بيرسي تاو ما كانش نجم حسين الشحات ما كانش نجم ازاي طب وهاني طب ومنعم طب والشناوي صحيح. طب علي معلول طب ومروان طب وكوكا كلهم انما انا بخص اثنين طبعا كلهم نجوم على اعلى مستوى انا بخص اثنين ما حدش جاب سيرته كهربا نمره واحد والشناوي نمره واحد كهربا تسبب في ضربه الجزاء الشناوي بقى وش لا ده لا ده لسه ده هو ضربه الجزاء هو تسبب فيها وكولر كان بيلعب على الكره دي ان السردباكين هو يقف في وسطيهم والكره تتعمل له وهو يجري بين الاثنين صح واحنا شفنا الاثنين عملوا ايه الاثنين رايحين يعني كان ممكن يبقى واحد والثاني يغطي صحيح فهو عارف ان الخطا ده موجود والباصه دي بتتعمل بالشكل ده الحاجه الثانيه الجول الثاني مين اللي عمله كهربا كهربا طب الجول الثالث كهربا كهربا الشناوي شال ضربه جزاء وقبليها صد وضربه الجزاء كانت مؤثره جدا طيب. انك تطلع الشوط الاولاني صحيح. بما اننا بنتكلم عن الشناوي خلينا نطلع نشوف ماذا قال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى اللي انا فهمته ان هو بيتكلم على الفرقه المهاجمين المحضرين بشكل كويس احنا عامه احنا كفرقه مع الجهاز الفني طبعا بنحضر للفرقه كلها الفرقه كلها الفتره اللي فاتت يعني بعد الماتش اللي فات احنا بنستعد للمباراه بشكل كويس احنا بنحضر للفرقه كلها عامه بنحترمها بشكل كويس اي فرقه كبيره صغيره طبعا هالفرقه طبعا الفرقه الكبيره بتلعب بشكل مختلف زي ما الكوتش قال واحنا كلنا محضرين احنا كفرقه بنتفرج كل واحد بيتفرج على الناس اللي بتلعب قدامه كل واحد بيتفرج على المكان الفراود او الهافات او نص الملعب بس عامه في الاول وفي الاخر بنتفرج على كتيم واحد كفرقه واحنا الفتره اللي فاتت دي اشتغلنا بشكل كويس مع الجهاز الفني واحنا ان شاء الله جاهزين بكره المباراه اكيد طبعا لما تيجي تلعب قدام نجوم كبار طبعا في اي فرقه لازم تعملهم بتحضر بشكل كويس وبتركز بشكل كويس هو في الاول وفي الاخر ده شغلنا وده شغلي انا اي فرقه من لعيبه كبيره صغيره اسامي كبيره اسامي صغيره لازم يكون نفس التحضير نفس التركيز هي الفرقه بتاعتنا فرقه الاهلي والجهاز وكله احنا بندي كل الفرق نفس التركيز ونفس التحضير عشان في الاول وفي الاخر ما احترمش الفرقه ممكن تتغلب منها عشان كده احنا فرق صغيره بالنسبه لنا بنركز اكتر من فرق كبيره وفرقه طبعا البرازيل اللي هنلعبها بكره اكيد طبعا فرقه كبيره عندهم اسامي كبيره وفرقه منظمه جدا وبتلعب بشكل مختلف هنحضر نفس التحضير ويكون اكتر ان شاء الله من الماتش اللي فات عشان عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي انت شانيف ايه انت طلعت بعد المباراه صار ضربه جزاء وكنت سبب في الدقيقه لا انا خلاص الماتش خلص فكر في ماتش بعد على طول طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى كابتن أنا وأنت واحد أنا عادي أتعلقني قال لي راجع عليك أنا كابتن ماشي يا عم سمير طيب كابتن عادل برضو مهم جدا إن احنا نسأل حضرتك فيما يخص مباراة فلومينينسي أنا عمال أقول فلومينينسي عشان ما نغلطش في الكلمة لكن في النهاية مباراة صعبة طبعا وكل حاجة ولكن أهم ما يميز هذا الفريق هو خط هجومه كيف يمكن السيطرة على الجزء الأمامي في ظل اللي أنت عايز تجيب جوان برضو الجزء الأمامي من الفريق الآخر يعني هجوم دايما الفريق وهو بيدافع بيبقى واحدة واحدة يبقى علشان الهجمة ما توصلش بشكل فيه خطورة يبقى المهاجمين يقضي الواجب الدفاعي بتاعهم يبقى حسين الشحات أو بيرسي تاو أو كهربا ثلاثة اللي هيلعبوا بإذن الله تعالى يبقوا عاملين الستارة بحيث إن محدش او كره سليمه تطلع الى جانب الاثنين المميزين اللي في وسط الملعب واللي منهم اعتقد عنده 22 سنه ده راجل يعني رقم 7
رقم 7 اسمه اندريا تقريبا 7 اندريا صح. فده هيبقى عليه رقابه، اذا كوكا هيبقى موجود هيبقى معاه او ديانج او اي حد هيبقى معاه، بحيث ان يمنع الحته اللي بيجي منها الخطوره. ايه الحته اللي بيجي منها الخطوره؟ صانع اللعب اللي هو هيجي له الكوره ويبتدي يشتغل عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه منعم مع حسين الشحات مع علي معلول، الجبهات دي لابد انها تبقى مقفوله، ولابد بتمنى يبقى اللعب فيه شويه شراسه شويه. احنا بتلعب كل فرقه بتبص تلاقي كل كوره داخل، يعني حتى كوره حجازي اللي طرد فيها موديست، يعني كان حجازي هو المد حاطط رجله هو اللي حاطط ايده يعني. فلابد يبقى فيه شراسه شويه في الاداء، بحيث ان انا مش داخل احلق، انا داخل علشان اقطع، مش داخل علشان احلق، لا انا داخل علشان الكره دي اقطع. الحاجه الثانيه ان انا بمجرد اذا كان هم هيضغطوا او اذا كان هو هيحصل نوع من انواع الضغط، مش هيقدر يضغط كابتن طول المباراه. الاعمار بتقول ان انا ما اقدرش 90 دقيقه في السن ده اقدر اضغط، حتى لو السن اقل ما فيش فرقه لمده 90 دقيقه تفضل تعمل عمليه الضغط كامله. بمناسبه السن، ما هو حضرتك كده اللي بتقوله ده معناه لانه يا كابتن هاني الفريق ده من الفرق اللي مثلا فيهم دي 1 2 3 4 5 5 لعيبه من اللاعبين الاساسيين 35 سنه مثلا. ما علشان كده عمليه الضغط دي هتبقى يعني بدنيا استحاله ان انا عمليه الضغط دي تبقى مستمره، وخاصه ان انا اولا برضو في حاجه، هم جايين من البرازيل صحيح 12 ساعه سفر، وعمليه النوم فرق التوقيت فيها طبعا هو اتكلموا فيها على فكره وقالوا احنا عندنا موضوع فرق التوقيت ده، بس هنحاول نبذل اقصى جهده. بس انا بقول لحضرتك ان نبذل جهد زي ما اصل هي بالظبط الغده، في غده كده في الدماغ بتظبط عمليه النوم. فما بقولش ده مبرر، لا ممكن فرقه جيده وطبعا حاجه ممتازه وكل حاجه، لكن انا بتكلم على فرقتي اعتقد ان هي عارفه قيمه المباراه دي. دي عمليه ما هي سهله، الى جانب اول 10 دقائق في الماتش اللي فات ماتش الاتحاد كان برضو كان فيه 2 3 بيمسكوا الكره زياده، امام كان بيمسكها زياده توتر شويه كان فيه توتر، كان فيه تمريرات مره واثنين، لكن بمجرد ما جه البنالتي ابتدينا معنويات ابتدت تعلى جدا وابتدينا نسيطر على الملعب. انا في اعتقادي انه اللعب على ورا الباك ليفت مارسيلو اعتقد محتاج ضبط نفس من بيرسي تاو، لانه زي ما انتم عارفين هو من النوع اللي بيستفز الراجل اللي بيلعب عليه، ودايما بيلعب بخشونه، ودايما بيلعب بطريقه يعني يعمل ان هو يشوط ويرفع، يرفع ويعمل ان هو يرفع ويشوط. هو طبعا لعيب مميز جدا ما فيش شك، لكن كمان من الحاجات المهمه جدا كابتن، اعتقد كمان فرق امريكا اللاتينيه البرازيل عندهم قدره كويسه قوي في الكرات الثابته، يعني الكرات الثابته بيعملوها بشكل اكتر من رائع. دي من ضمن الاسلحه اللي هم شغالين عليها. ده جزء. الجزء الثاني عندهم سرعه في الاداء، يعني الريتم المباراه بيبقى سريع. انا اتوقع ريتم المباراه هيكون اسرع من مباراه الاتحاد. الاتحاد مهما كان حتى لما بيبني الهجمه بيبقى فيه شيء من الهدوء شويه. الفريق ده ميزته الحقيقه انه بيجمع اكبر عدد من اللعيبه في منطقه الكوره، يعني لو الكوره ناحيه اليمين ممكن جدا تلاقي 6-7 لعيبه حوالين الكوره، وعندهم من المهاره وعندهم من الخبره ان هم ممكن جدا يعملوا خطوره عليك لو اديتهم المساحه، لو اديتهم الوقت، لانهم عندهم قدرات او مهارات خاصه، يعني بعيدا عن الامكانيات البدنيه اللي اكيد في تحفظ شويه عليها، لكن احنا نشتغل على دي ازاي؟ يعني نشتغل على الجزئيه دي ازاي؟ شوف يا كابتن، اولا الفرقه اللي بتروح في جنب واحد بعدد كتير من اللعيبه، عدد كتير من اللعيبه، مش مع كل فرقه يعمل الكلام ده. هو اسلوب لعبهم كده، حتى مع يعني في خلال الدوري، حتى في مباراه كوب امريكا في النهائي امام بوكا جونيور قدام فريق كبير عملوا نفس القصه، ان هو كورتو او المدير الفني او المدرب عنده اساس ان هو عدد كبير من اللعيبه في مكان الكوره، ده بيسهل له الامور الوصول للثلث الاخير. هو سلاح ذو حدين، انت لو قدرت تقطع الكوره وتطلع بيها يبقى انت ضربت اكتر من خط، ضربت حوالي 6 أو 7 لعيبه.
لكن المشكلة لو اديتهم الوقت واديتهم المساحة ان هم يتصرفوا مهاريا، لعيبة كويسة مهاريا، عندهم لعيبة عندها قدرات، كينو مثلا عنده قدرات مش بنفس سرعة لما كان موجود هنا في بيراميدز، لكن عنده حلول. ازاي احنا نقدر نقفل على الكثافة العددية الهجومية بتاعتهم؟ يعني اولا الرقابة واللعب بشراسة، الى جانب هو لما بيجمع في ناحية علي معلول مثلا عشان يجيب جول هيعمل ايه؟ يا اما بيلعبها في الجانب الاخر او بيخترق من الحته دي. مظبوط. نتيجه ان في خلل او في حد ما ضغطش بشكل جيد. الحته دي فيها يعني مغامره غير محسوبه، لانك انت لما بتلعب النادي الاهلي انت بتضغط على علي معلول قطع وراح لعبها للشناوي، الشناوي راح لعبها لهاني، بقت بيرسي تاو بقى هو الجول، ما مارسيليو هيبقى صحيح بيبقى لجوه. بالظبط بالظبط. هل ده ممكن يعني اعمله مع فرقه بحجم النادي الاهلي؟ وبعدين في البرازيل انا شفت ماتشات كتيره في البرازيل، اعتقد انه في حاجات معينه احيانا بتتعمل في الكرات المرتده، فريق بيدافع بكثافه عاليه بمجرد الكره بتتقطع بتروح لهاني، هاني بيروح عاملها للباك للوينج اليمين او الوينج الشمال بيبقى هو الجول، يفضل طول الماتش بيلعب بالشكل ده. صحيح. الكرات الثابته الشناوي عليه عامل كبير جدا، هو منها صحيح قوه جوه 18. الشناوي اي كوره جوه 18 انا مش هستنى على طول طارق. خلي بالك هما بيلعبوا برده يا كابتن الكرات عرضيه كتيره جدا، عايزين نقف بس عند النقطه دي. عايزين نقف عند النقطه دي لان النقطه مهمه جدا، ونروح لنقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتربي من السعوديه مباشره من جده، يطمنا على الفرقه وعلى احوال الجاليه المصريه والتذاكر وكل ما يخص النادي الاهلي الحقيقه من خلال تواجد الاستاذ خالد. استاذ خالد ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا كابتن اسلام، بمس عليك وبمس على الكابتن عادل طعيمه والكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا خالد. يكسب بكره باذن الله يا رب ان شاء الله. طمنا يعني قول ان قول الدنيا عامله ايه والامور عامله ايه؟ يعني الحاله المعنويه اللي انا شفتها كابتن اسلام، انا تابعت طبعا تدريبات الفريق قبل مواجهه اتحاد جده وبعد مواجهه الاتحاد، وكمان النهارده نفس الحاله المعنويه اللي موجوده قبل اتحاد جده بالظبط، يمكن اكتر في مباراه بكره السعوديه لبوار بكره. هدوء كبير جدا، ثقه وتركيز كبير جدا، اللعيبه عارفه كويس قوي المهمه اللي هي هتعملها، عارفه كويس قوي ان هم على عتاب يعني انجاز تاريخي مستنيهم، مباراه واحده تفصلهم عن انجاز ايا كان اللي هيحصل بعد مباراه فلورنزي هيكون انجاز تاريخي في تاريخ النادي الاهلي. وبالتالي كل كلام اللعيبه في سواء محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي او رام ربيعه او طاهر او مروان مع الصحفيين في الميكسد زوم كانوا برضو بيتكلموا على الجزئيه دي، ان ازاي المباراه صعبه انما احنا المباراه يعني في المتناول بالنسبه لنا، مباراه مش عايزين نهول منها ولا نهون منها، ده الاطار العام اللي كانوا بيتكلموا فيه. انما انا كان عاجبني جزئيه الهدوء والثقه يا كابتن اسلام اللي مسيطره على اجواء البعثه كلها، شفتها في الوشوش في قبل مباراه اتحاد جده، وكنت متفائل جدا على المستوى الشخصي وقلتها كذا مره ان النادي الاهلي هو اللي كان مرشح للفوز. دلوقتي برضو عايز اقول لك نفس المؤشرات ونفس المقدمات، اتوقع ان شاء الله ان النتيجه هتبقى واحده، مش بقول ثلاثه ولا حاجه، انا بقول ان لا النادي الاهلي انا متوقع باذن الله ان هي مباراه كبيره قدام فلومينينزي. حتى لو احنا بنتكلم على المستوى الوقت وعامل الوقت كل الكلام ده اتكلم عليه كولر، فانا شايف ان شاء الله الامور بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى ماشيه كويس ان شاء الله. ان شاء الله كلنا نتمنى كده يا خالد. وخلينا طمنا على البعثه، شفت التدريبات، شفت الحاله المعنويه، دي نمره واحد. نمره اتنين، هل تواجد بقى جماهير من البرازيل؟ بدات الناس تيجي، يعني تواجد جماهير برازيليه موجوده دلوقتي في السعوديه، اخبار التذاكر ايه؟ الكثافه العدديه ان شاء الله هتكون زي مباراه اتحاد جده او اكتر. كلمنا عن الجماهير واستعداداتهم للمباراه يعني التاريخيه بكره ان شاء الله. طيب اسمح لي يا كابتن هاني قبل ما ادخل في النقطه دي،
ان انا انقل الحاله المعنويه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي في ظل وجود جمهور النادي الاهلي اللي دخل اللي كان متواجد النهارده في التدريبات. كان حال عمله حاله مهمه جدا وحاله كبيره جدا بجزئيه انك ازاي بتحفز اللعيبه، ازاي بتوريهم انك وراهم في كل الاوقات. جمهور الاهلي لو عمل تقسيمه نفسهم ان هم يدخلوا يبصوا عليها، جمهور الاهلي يوصل للعيبه النادي الاهلي ان الهدف ما كانش هو اتحاد جده فقط، الهدف هو انا عيني على البطوله. دايما جمهور النادي الاهلي لا ينظر الى البطوله، جمهور الاهلي ما عندوش فكره بطوله المباراه الواحده، ما عندوش فكره ان انا هكسب عشان احفل على اي منافس وهي دي الامور انتهت. جمهور الاهلي كل كلامه النهارده كان على جزئيه واحده، بطوله كاس العالم للانديه. ده بيقول لك قد ايه ان جمهور الاهلي جمهور لا يعرف الا البطولات. دي جزئيه مهمه كان لازم اتكلم عنها وانقلها لحضراتكم، شفتها وشفت تاثيرها على اللعيبه. النهارده كان في لقطه طريفه كده مع مارسيل كولر، بين مارسيل كولر والجمهور فضلوا يندهوا عليه لحد ما راح لهم من اخر الملعب لحد ما راح المكان اللي هم فيه، فقال لهم معاكم تذاكر ولا اشتري لكم. فيعني يعني كان الراجل يعني علاقه كويسه بينه وبين جمهور النادي الاهلي. جمهور البرازيل طبعا يعني بدأت شاف في الشوارع، بدأنا نشوف، انما مفيش آلية ان احنا نعرف قد ايه العدد هيكون كبير ولا لا، بس هو عامة يعني بيكون متواجد في البطولات اللي زي كده، بيكون مهتم بالبطولات اللي زي كده. انما اعتقد من الزخم اللي موجود هنا من الناس وسؤالهم في سؤالهم لينا، حتى لما بنمشي في اي مكان تلاقي حتى تلاقي ناس بتسالك على التذاكر، فتقول لهم التذاكر نزلت تاني على الموقع في جروبات الناس هنا، الجاليه المصريه هنا، سواء الرابطه في الدمام او الرابطه في جده او يعني. قول لي خالد، هل ما نعرفش تقول لنا على اعداد معينه من جماهير النادي الاهلي تكون موجوده في هذه المباراه؟ يعني طبعا مش لازم بالظبط يعني، ولكن هل متخيل يكونوا زي الماتش اللي فات مثلا، اقل اكتر؟ اعتقد ان هو هيبقى عدد مقارب، يعني عدد مقارب من المباراه اللي فاتت. مقارب اوكي اعتقد ده خاصه بتتكلم في الدوافع. هو يعني خد بالك يا كابتن اسلام، انت بتراهن برضو على جزئيه ان انت الماتش مش في ويك اند، الماتش مش في اجازه. بس الاهلي ما بيروحش كل اسبوع يعني، هو اسبوع انت ممكن تاخد يوم. انا فاهم انا فاهم، انما لا، في برضو اهتمام كبير جدا بان هم يكونوا موجودين وان هم يكونوا عدد كبير جدا في الملعب. انا شايف ان هيكون في اعداد كبيره من جمهور الاهلي، بس مش قادر اقول هل ممكن يبقى زي الماتش اللي فات او اكتر. دي حاجه. هل بالفعل زي ما سامعين من الممكن ان نجد مسانده من جمهور اتحاد جده، من جمهور السعوديه طبعا يعني؟ حصل تنسيق ما بين من بدري على فكره، ما بين الروابط، ان اللي اشترى تذاكر النصف النهائي وفريقه ما يتاهلش هيساعد الفريق الثاني في انه ياخد التذاكر الموجوده. اصل انا شايف بعض الدعوات يا كابتن هاني، يا كابتن عادل، يا استاذ خالد، على التويتر مثلا، على اكس، على منصه اكس، يقول ايه احد الاصدقاء السعوديين، يقول لك يا جماعه انا معايا تذكره اللي كنت هروح بيها ماتش الاتحاد، اللي عايز يجي ياخدها. ده بيحصل فعلا. بيحصل فعلا بشكل فردي. انما انا بقول لحضرتك كابتن اسلام ان كان في تنسيق ما بين الروابط هنا، انه الفريق اللي هيصعد يعني يكون في تنسيق على التذاكر اللي تم شرائها من الفريق اللي خسر المباراه. الروح هنا يا كابتن اسلام حقيقي بجد روح جميله جدا جدا. ناس هنا قلبت الخساره بتاعتهم لهزار، وتقبلوا الموضوع عادي جدا، والموضوع بقى يعني انت يعني خلاص عدى بالنسبه لهم، ومباراه وعدت. وكمان بتلاقي فيهم كتير جدا بيتكلم معاك في الشارع يقول لك احنا نتمنى انك تكسب، فحاجه محترمه جدا واجواء محترمه جدا يعني. هي الروح يعني الروح الحقيقه روح رياضيه بشكل كبير جدا. بس خليني اسالك، هل بان من خلال التدريبات، هل هيكون في بعض التغييرات في اللاعبين في التشكيل؟ هل بان من خلال التدريبات ان ممكن عوده مثلا اليو ديونج، او هيكون في تغيير في بعض الافراد، ولا الدنيا لسه ما بانتش والناس قافله على نفسها بشكل كويس يعني؟
هو في المجمل يعني احنا بنشوف اول ربع ساعه بس من التمرين بحسب اللوائح يعني. احنا في التمرين يا خالد وكابتن، انا قصده مصادرك يعني. مصادرك يعني او عارفين يا خالد اللي فيه مش مصادر قافلين ده خالد مرتجي قافل. لا بس بيبقى لا مش مصادر يعني اللي حد يروح يبص، لكن في بعض الاحيان بتطلع بعض الاخبار ان لا ممكن جدا اليو ليانجو يكون موجود. يعني اخبار المعسكر نفسه يعني. يعني طالع فعلا ان اليو ديانج ممكن يكون ليه دور يعني. احمد دبيل كوكا كان ليه دور معين، الراجل كان مستر كولر كان عايزه فيه وشرحه وقال انه على مدار 3 ايام كان مفهمه ازاي دوره هيكون عازل نجولو كانتي. من الممكن انه يكون هو شايف ان الدور في دور تاني ممكن يلعبه اليو ديانج، مش هيلعبوا كوكا، خاصة ان ممكن المجهود الكبير جدا اللي عمله كوكا في الماتش، وما ننساش ان كوكا اصلا اتغير وهو كان عنده شكوى. اي نعم الشكوى مش مستمرة، انما ممكن يكون اليو ديانج ليه دور في الجزئية دي. فيما دون ذلك لا، في المباراة اللي زي كده كولر دايما بيميل لتثبيت التشكيل. تمام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد الاتربي ناقدنا الرياضي، لانه ثقتنا كبيره جدا يا كابتن عادل في كولر، خصوصا بعد الماتش اللي فات كنت مقلق وانا كنت مقلق وكانت كلنا كنا مقلقين من احمد حسن كوكا، ليه ما لعبش باليو ديانج؟ ولكن في النهايه الرجل طلع على صواب هو اللي يلعب، فلو لعب كوكا اوكي، لو لعب ديانج اوكي، ما عندناش مشكله في هذا الامر. في يا كابتن كل مدير فني لابد يبقى عنده سنه مقامرة شوية أو سنة مخاطرة. المخاطرة دي هو بيتحملها. أنا سمعت من بعض الزملاء لما بيتكلموا بيقول إن هو الراجل كان الجهاز كله عرض الجهاز الفني خد رأيهم كله كان رافض، مش يعني كان هو في تحفز يعني أو تحفز أو يعني المهم يعني هو كان ليه وجهة نظر إن الجبهة دي منعم مع علي معلول مع كوكا هتبقى الجانب الدفاعي ده هو محتاجه، الجانب الهجومي حسين الشحات مع امام عاشور مع كهربا ممكن المثلث ده هم يقوموا بيه مع اندفاع بيرسي تاو. واحنا شفنا بيرسي تاو الماتش اللي فات كان احيانا بيبقى على الخط واحيانا بيروح ضامن للداخل علشان يستلم وبعدين يبتدي يشتغل. كان عامل هو وهاني جبهه قويه جدا، والباك ليفت بتاع الاتحاد شرس جدا وقوي جدا ومؤذي كمان في ادائه دائما. التاكلينج بتاعه صحيح، ضرب بيرسي تاو كذا مره، وكان ممكن في واحده كان ممكن بيرسي تاو لو وقع كان ممكن يبقى فيها فار ولا حاجه، لكن الراجل كولر احيانا في بعض الاوقات بيروح دافع بشكل مدروس ووجهه نظره دايما بتبقى بفضل الله بتبقى جيده. سؤالك اللي كان قبل كده، طب الاداء علشان لو هم ضغطوا عند علي معلول بالكثافه ديت مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني عدم فلسفه، لعب سليم، لعب مباشر، لمسه ولعبه. انا قبل الكوره ما تيجي ما تجيلي منك يا هاني ايه المفروض ان انا اعمله؟ افكر محضر يعني محضر هلعبها لمين؟ ومجرد ما هي جايه لي انا عارف ان في هنا، عارف حسين الشحات هنا، عارف لو نطيت من فوقيها في كهرباء. العبها طويله لهاني الناحيه الثانيه، يبقى دايما تفكيري سابق الراجل اللي هيضغط عليا. الحته دي بتبقى في غايه الاهميه، وده اللي المفروض اعتقد ان كولر بيشتغل كده. يمكن اللي كان الماتش اللي فات اللي كان بيمسكها زياده شويه ولمده 10 دقائق كان امام عاشور، بعد كده ومجرد ما جبنا الجول بقى انسان تاني، اداء اكتر من رائع وجري جري جري يا كابتن اسلام. صحيح جري مش ممكن ده يعني لعب ماتشين. يمكن الجول اللي جه واللي هو جابه ده اعتقد بكره ان شاء الله هيديله دفعه، لان امام عاشور برده عنده كتير وهو عايز يطلع كتير. فاعتقد ان هو بكره عمليه التسليم والتسلم والتسديد برجلين الاثنين وعمليه الانطلاقات وشغال مع كهربا والاثنين بينهم دايما حته الانسجام وحته التوافق صحيح. مهمه جدا. وبعدين مهم جدا لما بيروح في اماكن جوه 18 بيروح في الاماكن الصح. الماتش اللي فات الجول الثالث كهربا رايح، هو راح فين؟ رايح له في زاويه بيقول له انا هنا صحيح. يعني لما ما تفكرش انا هنا، مجرد ان كهربا وقف وراح، وطبعا
وكان الفينش رائع كمان يعني حط الكره بشكل اكتر من رائع. وبعدين كهربا مداله على رجل اليمين مش على رجل الشمال، مداله على رجل يعني كان ممكن جدا يدهله على رجل الشمال ولا حاجه. وبعدين هو برضو حطها بالراحه لا انفعل ولا يعني. فطبعا كلها دي امور طبعا بتبقى حته الانسجام. انا لما بكون اللعيب اللي بيلعب معايا انا بحبه وفرقتي دايما احاول ان انا اديله الباصه سهله علشان يظهر بمظهر جميل وحاجه تكسبني وتكسب فرقتي. صحيح صحيح. طيب اخيرا يا كابتن عادل، التشكيل من وجهه نظرك مش هيغير غير زي ما انا قلت كوكا وديانج. كوكا وديانج واحتمال اكرم على حساب هاني. اكرم وان كنت فيها ده بالعكس ده هاني فيها شك. هاني كان ماشي كويس جدا بس والماتشات دي ممكن تبقى بتاعت هاني بقى لان بس هو برضو في اللي انا بخشاه مارسيليو اصله من النوع اللي انا ما بحبوش بصراحه لانه كان دايما مؤذي وكان دايما مع ريال مدريد. خلاص بقى كبر مش هيقدر يعني يقدر يأذي. لا 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 ده هو متربي على حاجه معينه مش هي دايما بيخش ويترس وبعدين دايما يستفز اللعيب اللي عليه. لكن مع طب من كلامك كابتن هتاخدنا يعني لسؤال مهم، الاوراق الرابحه اللي ممكن جدا كولر يحتفظ بيها على دكه الاحتياطي ممكن تكون مين؟ يعني ممكن يعني عمرو مثلا السوليه نزل في الشوط الثاني، في قفشه ممكن يكون موجود، في طاهر محمد طاهر، لكن انت شايف مين يكون الورقه الرابحه موجوده معانا في هذه المباراه؟ ممكن كولر يغير شويه رتم المباراه، يغير شويه اتجاه المباراه على المستوى الهجومي على سبيل المثال. هما اثنين يا كابتن كريم وعمرو السوليه، الاثنين دول اقرب اثنين مع طاهر. يعني كريم انت ممكن تلعبه في اي جهه، يمين طرف يمين اذا كان باك او جناح، ولو لعبته ناحيه لعبه 8 ساعات كمان، ولو لعبته ناحيه اليمين في فتره من الفترات مكان بيرسي تاو هيبقى شارع لان هو عنده سرعات عنده سرعات ومارسيلو طبعا مش هيقدر مظبوط يجابه في الحته دي لو بقى في هاني وفي وطبعا عمرو السوليه اخر نص ساعه اعتقد يظبط لك وسط الملعب لو في تغييره ممكن دول اكتر اثنين ممكن يستفيد ممكن منهم. وطبعا في طاهر لو في حسين بذل جهد كبير ومحتاج انك انت باذن الله تعالى تكون متفوق وعايز اخر ربع ساعه انك انت تقفل شويه جبهه اليمين اللي هي عندهم اللي هي فيها الخطوره ديت، طاهر بينزل في الحته دي يقفلها لك ويبقى ساقط قوي ما يقدمش ولا يساعد علي معلول فيها ويبقى باستمرار امام عاشور وكهربا ياخدوا في الحته دي، يعني الكره تتلعب لهم في الحته دي زي ضربه الجزاء الاولى. برافو عليك يا كابتن. صح زي ضربه الجزاء الاولى. صح. وبعدين برضو من ورا الباك ده اللي هيزيد. أيوه. انا بادي الواجب الدفاعي، علي معلول بيروح عاملها الكهرباء او عاملها الامام عاشور او لاعبها لكهربا ما بين السردباكين، السردباكين كهربا في نص حالته يسبقهم. يعني وكهربا ولله الحمد ولله الحمد انا شايف ان هو في قمه لياقته البدنيه. يعني الماتش امبارح اول امبارح لما طلع اعتقد ان هو كان ممكن يعني كان ممكن يكمل المباراه. فانا شايف ان هو هيبقى ورقه رابحه باذن الله تعالى هو وزمايله وباذن الله تعالى. ما فيش ماتش يا كابتن اسلام صعب، اقسم لك بالله ما في ماتش صعب. انت اللي بتصعبه، انت لو انت مركز تركيزك العالي. الفرقه مش انا. انا عارف. لا بقول هو انا بتفق معاك. انت اللي بتحدد ملامح المباراه لو انت مركز كويس قوي ومستعد كويس جدا هتعمل مباراه كويسه والنتيجه دي زي ما بيقولوا سمت بتاعت ربنا. يعني ممكن تلعب مباراه كبيره جدا ولا قدر الله تخسر. وارد في كره القدم انك تلعب مباراه كبيره وتادي لكن ما يكونش فيه توفيق. لكن يعني زي ما بيقولوا كده عمليه التحضير قبل المباراه شايفينها على اعلى مستوى ومجهودك في الملعب ان شاء الله واستغلال الفرص كمان اللي كان شيء مهم جدا المباراه اللي فاتت. استغليت الفرص اللي جات لك واحرزت اهداف، ده شيء يعني ان شاء الله باذن الله يكون موجود. تحيه لخالد مرتجي لانه عامل قفله وعامل تحزيمه جيده جدا. هو وخالد بيبو الحقيقه، وهو وخالد طبعا، وطبعا كولر بالجانب الفني طبعا والجهاز اللي معاه اعتقد بعون الله نبارك لكم ان شاء الله بكره. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل شرفت ونورت ودايما بنتفائل بوجود حضرتك معانا دائما يعني ان شاء الله ربنا يكتب خير.
هذه اللقاءات. فاصل وبعد بعد الفاصل هنستقبل الأساتذة الأستاذ محمد جمال والأستاذ محمد مصطفى في ضيافة الأهلي في المونديال. طبعا في البداية يعني أحب أشكر الفرقة، يعني عملوا مجهود رائع الماتش اللي فات، وعايز أقول إن هي صفحة واتقفلت، إن هيبدأ نركز إن شاء الله من الماتش اللي جاي. زي ما قلت مش أول مرة للنادي الأهلي إن هو يوصل للليفل ده، وحظوظنا كمان مع اللعيبه البرازيليين اخر سنه مع في كاس العالم ما كانتش احسن حاجه، مع ان انت كنت قريب في المباراه اللي كانت السنه اللي فاتت في كاس العالم في المغرب، بس انت بتحاول تعمل عليك وتقرا الفريق كويس قوي وتلعب بشكل مناسب يليق باللعيبه ويليق بالنادي الاهلي. لا الرغبه دلوقتي موجوده لان دي النسخه الاخيره من لكاس العالم وفرق قليله، اللي جاي هتبقى في امريكا ان شاء الله والفرق هتبقى اكتر، فانت عندك الرغبه انك تاخد ميداليه، دي بالنسبه لك رغبه 100% موجوده، وانت باين من الماتش الاولاني انت عندك الرغبه وعندك الحماس انك تعمل نتيجه كويسه، ففي رغبه انك تحقق حاجه تانية غير المركز الثالث بالنسبه تفرح بيها اللعيبه، احنا كلعيبه نفرح بيها وتفرح بيها الجمهور. احب اشكرهم جدا، المباراه اللي فاتت كانوا على اكمل وجه وكانوا يعني مدينا دفعه كويسه جدا وكانوا في ظهرنا، واحب اشكر الجمهور بجد، يعني حاجه تشرف وحاجه مش في السعوديه، يعني مش هنا بس، يعني انت في اي بلد بيبقى وراك، فانا بحب اشكرهم واوعدهم ان اللي جاي يبقى احسن، وبنحاول نعمل كل المجهود ان احنا نفرحهم ونفرح معاهم. يعني ما حبيناش نتكلم بصراحه بعد المباراه لان حق اللعيبه ان هي تفرح وحق اللعيبه ان هي تطلع اللي جواها، لان انت كنت ماتش مهم زي ما انت قلت بالنسبه للفريقين، فانت ما كلمناش خالص في الموضوع ده، كلمنا تاني يوم على طول ان خلاص الفرحه خلصت واحنا لازم نقفل الفرحه دي لان انت عندك ماتش مهم وما فيش وقت بين الماتشات وبعضها، فانت بالنسبه لك انت كان الكلام كان تاني يوم مش اول يوم، اول يوم كلنا كنا فرحانين وكلنا كنا مبسوطين، بس بالنسبه لنا الفرحه دي خلصت ونحاول نركز ان شاء الله في الماتش اللي جاي بكره ان شاء الله. ماتش كبير طبعا وفرقه كبيره، هم طبعا اكيد مستعدين بشكل كويس ودرسونا، واحنا طبعا نستعد بشكل كويس، قفلنا خلاص صفحه الاتحاد، بنفكر من اول امبارح بالليل في الماتش، وان شاء الله باذن الله يعني دي فرصه للتاريخ، يعني اكيد طبعا مش هنسيبها تضيع مننا بسهوله، ان شاء الله نقدر نفرح الجمهور باذن الله. النهارده بحضور الجماهير ان شاء الله تبقى دفعه قويه وكويسه لينا، ان احنا بكره ان شاء الله يعني ما نبخلش بنقطه عرق، والماتش الاتحاد عملنا ماتش كبير، بس ده ماتش خلاص لعبناه وخلص، ان شاء الله نفس الروح نفس كل حاجه نفس الاداء، وان شاء الله نعمل ماتش كبير ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ محمد مصطفى. ازيك يا محمد، اخبارك؟ وحشنا. ربنا يخليك، انا انت كمان وحشني، بس الحمد لله هو موجودين النهارده والاهلي في نص نهائي كاس عالم الانديه، ربنا يخليك. وطبعا الكابتن هاني، اهلا بيك، ارحب بيك انا، الله يخليك. ايضا محمد جمال، بس جيمي معانا على طول. ازيك يا جيمي؟ ازيك يا كابتن عبد الله؟ مش وحشني، كله زي الفل. منور طبعا يا كابتن، منور طبعا يا كابتن هاني. منورين. ويخليك يا كابتن. يعني اولا مبروك طبعا على مباراة نادي الاتحاد، مباراة كانت كبيرة، مباراة عظيمة للنادي الاهلي على المستوى الفني، على المستوى الاداء، على مستوى النتيجة. وهاخد من كلام يمكن التقرير اللي طلع للعيبة انهم خلاص الصفحة اتقفلت واستعدادا لمباراة، طبعا مباراة مهمة جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ هذا الجيل. يعني عايز اعرف من حضراتكم تقييمكم اولا لمباراة الاهلي والاتحاد والارقام اللي طلعت واللاعبين، في ناس بتقول يعني افضل اللاعبين كان على سبيل المثال كوكا، في ناس بتقول لا مروان، في ناس بتقول لا كهربا، يعني عايزين نعرف وجهه نظركم في المباراه. بص يا كابتن، اكيد كان يعني نجاح كبير جدا للنادي الاهلي انه يفوز على فريق اتحاد جده السعودي بكل الصفقات وبكل اللي احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت في الدوري السعودي من تطور كبير جدا، انك تفوز 3-1، ولكن ده طبيعي من النادي الاهلي ان هو دايما فريق عنده خبرات في كاس العالم للانديه من اول مشاركه ليه في 2005، وعنده خبرات كل سنه عن سنه بيكتسب فيها يعني مزيد من الخبرات، ومع كل جيل حتى من لعيبه النادي الاهلي بتحس دايما ان هو النادي الاهلي، يعني هو النادي الاهلي دايما بتراهن عليه ودايما بتكسب الرهان. يمكن في مباراه اتحاد جده كل لعيبه كانت كويسه، انا ضد خالص ان انا اقول في لعيب كان افضل من لعيب، انا شايف ان ال11 لعيب حتى اللعيبه اللي اتبدلت ونزلت كلهم كانوا على قدر المسؤوليه بشكل كبير جدا. لو كلمت من اول الشناوي كان عامل فرق كبير جدا في النتيجه، وبالذات حتى بعد ركله الجزاء اللي صدها،
خط الدفاع امبارح ويوم اتحاد جده كان هايل برضه، وسط الملعب كان نفس الكلام، حتى كوكا اللي كان الكل مثلا مش متوقع مشاركته بشكل اساسي كان مشارك بشكل اساسي وكان عامل شغل كويس جدا، خاصه في التمريرات الطوليه، واحد عامل 4 من 5 مرات تمريرات طوليه صحيحه، يعني ده بيساعد جدا فيرستاو، بيساعد جدا حسين الشحات ان هو بيدي لهم تمرير طولي بشكل كبير جدا، بيقطع لهم مسافه كبيره جدا، واستغلوا خط ظهر الاتحاد السعودي بشكل كويس قوي، قدروا ان هم يلعبوا على الجناحات بشكل كويس، قدروا يلعبوا على الاطراف بشكل كويس، كهربا كمان قدر يظهر بشكل مميز جدا ويتسبب في ال3 أهداف للنادي الاهلي، صنع هدفين بشكل مباشر والهدف الاولاني كان بركله جزاء وتسبب فيها، لا كل اللعيبه كانت بشكل كويس جدا. لازم تبني على مباراه اتحاد جده السعودي في مباراه فلومينزي، فلومينزي فريق صعب مش فريق سهل، ولكن النادي الاهلي يقدر يكسب، النادي الاهلي يقدر يكسب، النادي الاهلي يمكن مرورا بكل الانديه البرازيليه اللي لعبها، لعب انترناسيونال في 2006، كورينسيانز في 2012، بالميراس مرتين، فلامينجو، انا بشوف ان فلومينزي انت برضو تقدر ان انت تلعب قدامه بشكل كويس. عمليه التاريخ دي انا بقف عندها شويه لان المتغيرات كثيره جدا جدا، والحقيقه التاريخ ممكن يديك ثقه شويه، ولكن استعدادك للمباراه لازم مختلف لان الفرقه مختلفه والاجواء مختلفه. ف حتى لو تاريخ مش في صالحك يا كابتن في حته الانديه البرازيليه، ولكن انا بتكلم ان انت فلومينزي تقدر ان انت تلعب قدامه ماتش كبير. طيب. لو بنيت صحيح. على مباراه اتحاد جده، بما اننا بنتكلم على فلومينزي، اهم نقاط القوه اللي موجوده في هذا الفريق. بص يا كابتن، الاول يعني مباراه اتحاد جده النادي الاهلي مر من عنق زجاجه. أوكي. يعني فرقه كانت الموسم اللي فات مسيطره على كافه البطولات، وكل توقع النادي الاهلي بدايه الموسم ده هيبقى على نفس المستوى، ولكن اللي حصل النادي الاهلي في الاول حصل اخفاق، حصل دروب. ليه؟ عشان بدات الموسم على رتم عالي، بدات الموسم بسوبر افريقي، بدات الموسم بدوري افريقي، اول مسابقه للدوري الافريقي، فالمباريات كانت طف، المباراه كانت صعبه جدا على بدايه موسم. الرهان كان على النادي الاهلي في مباراه اتحاد جده ان انت تفوز على اتحاد جده في افتتاحيه كاس عالم الانديه، ان انت ترجع للناس الثقه مره ثانيه، لان الفرقه دي فرقه كبيره، الفرقه دي قادره تحصد كل البطولات للموسم الثاني على التوالي، واللي حصل بس كان مجرد ضرب في بدايه الموسم. ده بالنسبه لي الشق الخاص باتحاد جده. نادي فلومينينسي البرازيلي هو توج ببطوله كوبا ليبرتادوريس للمره الاولى في تاريخه في النسخه اللي فاتت دي، بعد الفوز على بوكا جونيور في المباراه النهائيه بعد لجوء لوقت اضافي. فلومينينسي عنده العديد من النقاط الايجابيه والعديد من النقاط السلبيه. ابرز النقاط الايجابيه هو مدرب بتاعهم فرناندو دينيس، وهو مدرب برازيلي، هو مدرب المنتخب دلوقتي المؤقت فعلا. بالظبط بالظبط، قائد المنتخب بشكل مؤقت، وهو مدرب البعض شبهه بجوارديولا، هو بنفسه طلع في مؤتمر صحفي وقال لا انا ما فيش علاقه بينه وبين جوارديولا، ممكن الشبه الوحيد ان احنا بنحب الاستحواذ، ولكن هو بيلعب على تمركز وانا بلعب من غير تمركز، ودي ابرز نقاط قوه فلومينينسي. الا وهي يعني بيلعب بالظبط، يعني فهمنا يعني ايه بيلعب من غير تمركز. هو بينافس الكره الشامله بمعنى الحرفي، بمعنى انه الباك رايت مش هتلاقيه بيزيد على الخط، ممكن تلاقيه بيخش في القلب. هتلاقي في مباراه، يعني لو عرضنا الصور دلوقتي مثلا، ده من ضمن نقاط القوه في مباراه الفاينل قصاد في قصاد بوكا، هتلاقي ان الهدفين المفروض ان ناحيه اليمين بيلعب ارياس، ونجم كولومبي لعب 11 ماتش دولي، ومن اللعيبه برضه صغيرين السن 26 سنه، والناحيه الثانيه كينو اللي لعب قبل كده في بيراميدز. لو رجعنا كده للقطات، لو عرفنا نجيب لقطات الهدفين بتوع الفاينل، هتلاقي معانا صور ليهم. اوكي معانا صور ليهم بالظبط، هتلاقي انه بعتوا لنا الصور يا سمير لو سمحت. الهدف الاول المفروض ان الكره من ناحيه اليمين، هتلاقي ان كينو وارياس هما الاثنين موجودين ناحيه اليمين. اهي بص اللي بيلعب الكره دي هو كينو، عارف مين اللي جنبه ده؟ ده ارياس. يعني الجناحين فعلا، الجناحين اللي ناحيه الشمال هتلاقيهم ناحيه اليمين. اوكي نمشي كده بالصور، كينو بيلعب كوره بيسلموا اللمسه الواحده، ودي من ابرز نقاط قوه. بص مارسيلو واقف فين؟ كمان يعني بص مارسيلو واقف فين؟ مارسيلو بيخش، بص مارسيلو هيكمل فين كمان؟ يعني كمل كده. لا ده مش مارسيلو ده اللي انا شايفه. ايوه مارسيلو حكام 18 اللي في ظهر الحكم ده، اللي في ظهر الحكم. وطبعا الفرويد بتاعهم اللي في القلب طبعا جيرمان كانو، وهو هداف الفرقه. هتتلعب الكره بالعرض، جيرمان كانو بص هيقطع من تحت ازاي، ومارسيلو مكمل وهيحط الهدف الاول. هاجي دلوقتي لجيرمان كانو بس بعد ما نستعرض الهدف الثاني. الهدف الثاني من الناحيه العكسيه، هتلاقي انه اللي موجود ناحيه الشمال ده ارياس، اللي هيعمل الاسيست هو كينو اللي هو موجود في القلب تحت. بص جاي من ناحيه اليمين داخل فين؟ في ظهر الكوره، هيلعب الكوره تحت للاعب اللي جاي من تحت، بيلعبها طويله، ده كينو الجناح اليمين. ده بقى راس حربه صريح، ده راس حربه صريح. والمهاجم البديل وهو جون كينيدي اللي احرز الهدف الثاني، هو اللي احرز الهدف ده. بالمناسبه هو المهاجم البديل اللي كانوا، ولكنه من ضمن هدافين الفرقه. يعني كانوا احرز، هو هداف الفرقه، احرز 10 اهداف في الدوري، 5 اهداف في لومينينسي السنه اللي فاتت، احرز 51 هدف في 38 مباراه، 5 الاهداف هو اللي احرزها.
بطولة كوبا ليبرتادوريس احرزوا 24 هدف، كانوا لوحده احرز 13 هدف. هنتكلم اللا مركزية ان مكان الكرة بيروح حتى الباك الشمال يعني خلاص بالزبط. انت مكان الكرة زي ما بنلعب خماسي معنى صح يعني هو قال له بوصف ده بالظبط في الحوار بتاعه، قال انا برجع كرة الشوارع كرة خماسية، انا عايز اللعيبة تحس بحرية في الملعب، انا مش عايز اللعيبة تتمركز. بس خلي بالك ما هو ده معناه انه انا في هذا المكان تقدر تستغل يعني ده سلاح زي حتى بالرد وليه تقدر تستغل. انا هقول لهم خلي عامل مارسيلو يلعب جوه، بس اول ما هقطع هخلي واحد يلعبه ورا مارسيلو يقف. دي واحده من النقط السلبيه، يقف هناك دي واحده من النقط السلبيه. فرقه فلومينينسي بيعملوا ايه لما بيفقدوا الكره؟ على طول بيعملوا ضغط عالي، بيحاولوا يستخلص الكره الثانيه، لما الكره تعدي من وسط الملعب تبقى هجمه واحده فراغ كبير. ما ينفعش باللا مركزيه غير حاجه واحده بس، ان انا اول ما تتقطع لازم اعمل الهاي يا هعمل فاول. ما هو لازم اوقف، لازم اوقف الكوره. ما حصلش من الاثنين، انت هتاخد فاولات. اكتر فرقه بتاخد انذارات. أيوة. وتاني اضعف فرقه في الدوري البرازيلي في انهاء الهجمات في الثلث الاخير اللي هو الثلث بتاعهم، تاني اضعف فرقه. فهم كانوا مركز سابع الموسم اللي فات دفاعيا، يعني انت وصلت للهجمه الواعده رحت النص ملعبهم في الثلث بتاعهم خلاص انسى ان الكوره خلاص كوره جول. اولا عندهم بطء في المدافعين، سن كبير جدا، تتكلم في مارسيلو 36 سنه، تتكلم في الباك رايت بتاعهم برضو نفس الكلام، فليبي ميلو في قلب الدفاع، حتى الحارس بتاعهم فليبي ده كان اللي كان حارس البرازيل في كاس العالم الشباب 97 هنا الجيل بتاع احمد بلال وابو العلا هو الحارس بتاعهم. ما عندهمش الا مين بلال هيزعل كده قال لك انا كان زمان العب. انت عارف بلال طبعا نجم النادي الاهلي يعني. فعندهم بطء في خط الدفاع، بمناسبه بيخش فيهم كرات عرضيه بسهوله جدا رغم القوه والشراسه اللي عندهم، بس كل كرات العرضيه تقريبا انت بتتكلم في 7 كرات تلقوهم في كوبا ليبرتادوريس، 7 كرات عرضيه دخلوا منهم 4 من لعب مفتوح و3 من كور ثابته، ودي هتبقى نقطه قوه مهمه جدا للنادي الاهلي. عبد المنعم هيكون ليه دور مهم جدا في الركنيات، فرقه بتتلقى 3 اهداف من ضمن 7 تلقوهم من كرات عرضيه، ده معدل كبير جدا، والفرقه دي عندها مشاكل دفاعيه. لو استخلصنا الكرات ولعبنا الكره السريعه واستغلينا الكرات الثابته ان شاء الله ان شاء الله في لومينينسي هنتخطاها ونكون موجودين في النهائي للمره الاولى في التاريخ ان شاء الله. طيب برضو يا جيمي انت كنت عايز تتكلم عن كهربا ودوره وتشكيل في تشكيل الاهلي. لا كهربا كمان بكره عنده دور كبير جدا، يعني لو بدا بشكل اساسي زي ما بيبدا واعتقد هو المهاجم الاساسي بكره، يعني كهربا كهربا عنده حاجات يقدر يعملها قدام فلومينسي بشكل كويس قوي. انت بتتكلم في خط دفاع يعني سنه كبير، فليب ميلو كثير الاخطاء وتقدر تاخد من وراه ضربات جزاء وتمريرات مقطوعه وحاجات كتير جدا، لانه دايما بيعتمد على الخشونه اكتر ما هو كمان بيلعب على ان هو يلعب مثلا كوره او يستخلص كوره، لا هو بيتعمد اكتر الخشونه. ولكن فليب ميلو ما بقاش برده زي فليب ميلو ايام بالميراس حتى، يعني هو دلوقتي كمان سنه كبر 40 سنه، البطء بتاعه عالي جدا 40 سنه بس، الحارس تتكلم في 44 45 سنه، تتكلم في خط دفاع بطيء مهما كان بطيء. اكيد مارسيلو يظل خبراته اكيد برده بيقدر يقف بشكل صحيح، ولكن مع طريقه حتى فرناندو المدير الفني وحته اللي هي اللا تمركزيه دي، لا اعتقد الموضوع بقى صعب جدا عليهم في حته بيرستاو وشحاته كهربا، خاصه كهربا لان كهربا من اللعيبه اللي بتعرف تاخد مكان كويس قوي. كهربا مش المهاجم اللي هو الصريح اللي يقول لك انا عايز اناقشك في دي، لان الادوار بتبقى على كهربا، مش انا شايف انه دور الناس اللي تحت كهربا، لان ممكن جدا كهربا هيتحرك في المساحات، لكن لا مين اللي هيوصل ان تايم اللي هي دي الكوره، زي الكوره اللي جت ضربه جزاء مثلا هو اتحرك بشكل معين. فكمان مهم جدا الناس اللي تحت، يعني انت بتتكلم على كهربا هيتحرك، بتتكلم على حسين، بتتكلم على امام، برافو عليك، كوكا، برافو عليك، على مروان، على مروان توصل بقى. دول كلهم بيقدروا يلعبوا التمريرات الطوليه بشكل رائع جدا. انت لو بتتكلم على مروان، انت بتتكلم مروان عطيه ليه كاد افضل لعيب في المباراه اللي فاتت؟ مروان كان في كل حته من الملعب، وكل ما بيستلم الكره بيمررها بشكل صحيح ومش بيمررها للي جنبه. مروان كان بيقدر يلعب الكرات اللي هي التمريرات الطوليه دي بشكل رائع جدا، سواء لبيرسي او حتى لحسين الشحات. انت بتتكلم في 9 تمريرات طوليه صحيحه من اصل 12. لا انا بشوف ان ده رقم كبير، عشان كده اصل الفيفا لو بتختار افضل لعيب في المباراه انت حضرتك عارف ان هم مش بيختاروه، انت شايف ان ده افضل لعيب، صياط وتحليلات بيانيه وشايفين ان ده اكتر لعيب. لا بالظبط كده، انا عارف. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن ختام استعدادات النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا بملعب الجوهرة المشعة وسط حالة من التركيز الكبير لجميع أفراد البعثة.
خاض الفريق مرانا قويا اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، والذي شهد حضور مختلف وسائل الإعلام التي تغطي البطولة لمدة 15 دقيقة حسب لوائح اللجنة المنظمة للبطولة، والتي لم يظهر خلالها السويسري مارسيل كولر المدير الفني أي ملامح لخطته في مباراة فلومينينسي، في ظل رغبته في تحضيرات مختلفة للقاء عن سابقتها أمام اتحاد جدة. استعداد الأهلي للقاء فلومينينسي شهد التركيز على النواحي الفنية في ظل ضيق الوقت بين المباراتين، فلم يكن هناك سوى 48 ساعة فقط لتجهيز اللاعبين لموقعة فلومينينسي، وهو ما جعل كولر يركز أيضا على المحاضرات الفنية، خاصة العملية بالفيديو لشرح طريقة أداء الفريق المنافس وكيفية مواجهته وإيقاف عناصر الخطورة في صفوفه واستغلال نقاط الضعف لتهديد مرماهم. كولر قام بإيقاف المران الأخير عدة مرات لتصحيح أخطاء بعض اللاعبين في تنفيذ التعليمات الفنية أو لمنح اللاعبين تعليمات جديدة بناء على ما سيتم تنفيذه في موقعة الغد. شارك في التدريبات جميع لاعبي الأهلي المتواجدين ضمن بعثة الفريق في السعودية وجاهزين لتمثيل الفريق في موقعة الغد أمام بطل البرازيل، فيما عدا الفرنسي أنتوني موديست الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة اتحاد جدة الأخيرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أبرز اللاعبين فريد فلومينينسي رغم كبر السن كان هيقول لك قفش طبعا أو كهربا صحيح، لا كلهم نقول كلهم فوق العادة الحقيقة. فريد فلومينينسي برغم أن هم بيضموا عدد كبير من اللاعبين كبار السن إلا أنه عندهم من الخبرات وعندهم من المهارات اللي تخليهم يخلصوا في مساحات ضيقة. يعني ضمن لعبهم هم اكتر لعبه مشهورين بيها بيباص في مساحات ضيقه، يباص ويبدا ان هو خلاص انت تعتقد ان الكره دي هتتقطع، 3-4 لمسات تبدا انت تضغط تعتقد ان انت هتقطع الكره، فجاه يلعب اللونج باص، وده عكس الفكره بتاعت ان فرقه بتلعب على الاستحواذ فانا عايز الكره على طول تحت رجلي، لا ده بيباص تيجي تضغط عليه يبدا يروح لعبها الناحيه العكسيه في الفاضي، فيقدر ان هو يعمل هجمه مرتده ياخدك واحد على واحد ويبدا يتحرك براحته. عنده المهارات بتاعه ارياس برجليه الشمال، المهارات بتاع كينو من ناحيه اليمين، كانوا في الفيرويد جانس واحد من اللعيبه اللي مش هتحس ان هي ليها دور هجومي، بس هو تاني اكتر لاعب في الدوري البرازيلي بيعمل تمريرات صحيحه. اللاعب اللي بيلعب بلاي ميكر رقم 10 وتحتيه اندريا، ده واحد من اللعيبه اللي ليفربول بيراقبهم. 7 ده رقم 7 بالظبط. فهو عندهم لعيبه صغيرين في السن في وسط الملعب بيقدروا ان هم يستحوذوا على الكرات. لو احنا استعرضنا دلوقتي اللعيبه اللي معانا ممكن نبدا بكانو جيرمان كانو او خيرمان كانو زي ما بينطقوها بالاسبانيه. يعني الراجل ده واحد من نجوم الفريق، وبرغم ان هو مش دولي ارجنتيني ممكن نستعرضها معانا دلوقتي، واحد من نجوم الفرقه، هو مش دولي ارجنتيني ولكنه احرز 13 هدف في الدوري البرازيلي، احرز 10 اهداف في الدوري البرازيلي و13 هدف في كوبا ليبرتادوريس، واحد من هدافين الفرقه. الاحتياطي بتاعه كينيدي اللي هو احرز هدف الفوز هو ده واحد من ابرز اللعيبه برضو اللي موجودين، هو احرز 6 اهداف يعتبر هو تاني مساهم للاهداف أوكي. في الفرقه يعني عندهم 2 سترايكر هدف رابحه كمان بالنسبه مهم قوي يعني احتياطي. واحنا مجهزين يمكن صور للاعبين، عندنا ارياس ناحيه اليمين برضو من ضمن اللاعبين. ده هنا المهاجم ده خيرمان كانو 35 سنه 10 اهداف في الدوري، صنع هدف وصنع هدف و13 هدف في كوبا ليبرتادوريس، فانت بتتكلم في راجل ساهم في حوالي 25 هدف على مدار الموسم، رقم كويس. الرقم المهاجم اللي بعده او اللاعب اللي بعده احنا بنتكلم فيه، عندنا ارياس وعندنا كينو وعندنا المهاجم البديل لخيرمان كانو ارياس طبعا الجناح الكولومبي 11 مباراه دوليه، بتتكلم في لعيب عنده 26 سنه سجل 7 اهداف في الدوري ومن معدل اهداف متوقعه 5.7. بالمناسبه كانو سجل 10 اهداف من معدل اهداف متوقعه 10، يعني جاب 10 من 10
فرص تهديفه رقم كل من نصف فرص الاكس جي عنده نصف فرص عالي جدا جون كينيدال الهدف الاحتياطي الاحرز هدف الفوز والتتويج واحتفل هدف بتسديداته قويه جدا كمان تسديداته قويه قوي هو ثالث هدف في الفريق 21 سنه 6 اهداف في الدوري 4 اهداف في كوبا ليبرتادوريس برغم انه مش اساسي ولكن معدل تهديفه كويس جدا وبيعمل خطوره ومهاراته عاليه جدا في الواحد على واحد اخر لاعب يمكن معانا بعد كده البرازيلي ليما ده واحد من هدافين في الفرقه مش هتلاقيه اساسي خالص في اي ماتش كان اساسي في الاول ولكن بعد كده ليما نجح في ان هو ينزل واحده واحده في الفرقه وشارك في المباراه النهائيه لبعض الوقت 40 دقيقه قدر ان هو يسجل 6 اهداف في الدوري من معدل اهداف متوقعه 2.9 وصنع هدفين ما سجلش في كوبا ليبرتادوريس لان معدل مشاركاته كان اقل من الدوري ولكن هو من اللعيبه البدل الكويسين يعني هو ليما ده مع جون كينيدي انت بتتكلم في الاثنين دول لعيبه ممكن تغير شكل يعني الراجل عنده اوراق ممكن يشتغل بيها خلال المباراه يعني عنده مهاجم مميز وبديله مهاجم مميز كمان والاجنحه كمان مميزه فعنده بدايه دوليه كمان عنده لعيبه دوليه انت بتتكلم كمان في ان هو كابتن بعيدا كمان عن الاستحواذ وبعيدا كمان عن كل لعيب ممكن بيخرج عن مركزه شويه واللي هنشوفها بكره يمكن انا اظن برده ان هو بكره هيغير من طريقته بعض الشيء قدام النادي الاهلي لانه اكيد اتفرج على مباراه النادي الاهلي قدام اتحاد جده وشاف ان لعيبه النادي الاهلي برده لما بتضغط الضغط العالي بتاعها بتغلط بشكل كبير جدا خط الدفاع فهو مش هيسلم اكيد خط دفاعه للسرعات اللي ممكن موجوده عند النادي الاهلي يمكن سرعات النادي الاهلي دلوقتي هجوميا انا بصراحه مبسوط بيها يعني كهربا اوبرستا وحسين الشحات سرعة جدا على خط دفاع طبعا فلوبيرنس فبكره اعتقد الراجل بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل التوازن ده بالنسبه لخط دفاعه وخط الوسط زي ما بيقول محمد خط الوسط بتاعهم سنه صغير لعيبه بتقدر تستلم الكوره بشكل كويس هم عاوزين على قد ما يقدروا يوصلوا الكوره لكينو وارياس احنا الافضل لينا ان وسط الملعب بكره وخط الدفاع يكونوا مميزين جدا صحيح. في حته تقليل المساحات بشكل كويس قوي حته ان هم يقفلوا الملعب بشكل كويس قوي في الحته اللي ورا وحته ان الاطراف بتوعنا او الجناحين بتوعنا لازم يفتحوا الملعب بشكل عرضي كبير جدا لكن لانك انت في كل تمريره طوليه هتسبب عليهم خطوره وفي كل هجمه مرتده هتسبب عليهم خطوره وكمان ملحوظه لخط الدفاع بتاعنا ان هم كثير التسديدات جدا بيشوطوا من بره انت بتتكلم من بره 18 عدد التسديد في المباراه 5.5 بتتكلم كتير جدا وتتكلم على كانوا بيسدد وبيخرج بيسدد مارسيلو بيسدد ارياس بيسدد من كينو مسافات بعيده كمان مش متوقعه يعني بالزبط. ممكن 20 25 متر بالظبط وكينو كمان احنا شفناه كابتن هنا في مصر وشفنا مستواه مهاري وبيسدد يعني هو كابتن هو بيستلم لو لم الواحده دي خلاص هو ممكن يسدد في جول فبكره اكيد الشناوي عليه عامل كبير جدا خط الدفاع عليه عامل كبير جدا والبلوك اللي بيحصل من وسط الملعب ده بكره عليه عامل مهم قوي ولكن يعني الاصلح ليك بكره قدام الفريق ده انك اول ما تستلم الكوره لازم تكون الهجمه المرتده واللعيب اللي انت هتبصيله انت مجهزه من اول ما تستلم كورتك بحيث انك تستغل كل سرعه عندك ضد دفاع الفريق البرازيلي الناس بتزداد هم سجلوا 51 هدف في الدوري السنه اللي فاتت اللي خدوا فيه مركز سابع 41 هدف من كور من جوه منطقه الجزاء 8 منهم راسيات و10 تسديدات من بره ال 18 يعني مميزين في الراسيات بيقدر كان ان هو يخلص مميزين في التسديد من الخارج حتى كينيدي نفسه هدف الفوز بالبطوله محمد هو تسديده قوي جدا يعني تسديده قوي جدا ورا شاطها على طول بالظبط فهو هم مميزين جدا في حته التسديدات يعني بص حتى الاهداف الدوري اهو ممكن يعني 51 انت بتتكلم 51 في 38 مباراه بالموسم 41 من جوه منطقه الجزاء منهم 8 راسيات هدفين تم تسجيلهم من هجمات مرتده من اجماء يعني ده يقول لك ان ممكن الهجمات المرتده بالنسبه لهم لا هم ناس بتحب دايما الاستحواذ والخدوهات من اجمالي 18 ضربه حره تم تسديدها على المرمى بتتكلم على يعني 1 و3 يعني هدف المباراه الواحده 10 من خارج منطقه الجزاء وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي وهدف من الكرات الثابته يعني انت بتتكلم ان هم مش مميزين في حته الهجمات المرتده ولا الكرات الثابته قوي الا في الراسيات الى حد ما ولكن التسديد بالنسبه لهم هو سلاح خطير جدا لو قلنا حاجه بس لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر ماتش بكره دي مهمه جدا الفرقه دي بتلعب على الاستحواذ الفرقه دي معدل الاستحواذ بتاعها 61% هيبداوا ينقلوا كوره كتير لازم جمهور النادي الاهلي يوفر الفرقه احنا هم دايما كانوا في ماتش الفاينل مدعومين جدا بالجمهور بتاعهم الماتشات اللي على ملعبهم الجمهور بيسخن الملعب والاجواء وهم بينقلوا كوره كتير ياخدوا صيحات الجماهير ياثروا نفسيا على الفرقه اللي قصادهم لازم جمهور النادي الاهلي يستيقظ بكره جدا انه ده هيحصل وهتلاقي استحواذ ومش مشكله انه كولر يكون في البدايه سايب الكوره على فكره مش مشكله ان هم يستحوذوا طالما قدامنا قدام عينينا مفيش مشكله بالظبط المهم ازاي تطلع بالكوره وطالما وصلت للتيت الاخراني بتاعهم وطالما خدت كره ثابته الحاجتين دول هيفرقوا معاك جدا وتقدر تكسب على فلومينينزي بسهوله ان شاء الله ان شاء الله نقاط القوه الضعف انا اسف اللي عندهم اهم نقاط الضعف التلت الاخراني بتاعهم لو انت استخلصت الكوره وطلعت بيها بسرعه وعديت من وسط الملعب فانت بتتكلم تروح تجيب جول بالظبط لان هو عندهم ضعف كبير جدا في الخط الخلفي
بطء، هتلاقي دايما الظاهرين بيطيروا وهم ما عندهمش السرعات الكافيه، فهيكون عندك مساحات تقدر تخلص واحد على واحد وتحرز الهدف. النقطه الثانيه الضربات الثابته، بتتكلم في فرقه بيخش فيها 7 أهداف منهم طيب. من كرات عرضيه، منها 3 من ضربات ثابته ضربات ركنيه، فدي نقط مهمه جدا. حاجه كمان برضو محمد اضيفها ليك في حته الابرز السلبيات بتاعتهم، حته انك تفاجئهم، يعني دايما هم ممكن يكونوا ماسكين بيرسي او حسين او حتى يعني كهربا ممكن يكونوا قافلين عليه، لو امام عاشور سدد او حتى اخترق من وسط الملعب، لو بتتكلم على لو كوكا بدا او ديانج، بتتكلم على لعيب تاني زي مروان عطيه، لو خدوا السلاح ده وعملوا زياده عدديه ودخلوا منطقه الجزاء، او لو لعيب عرضها لحد بره، اعتقد هتشكل عليهم خطوره كبيره جدا، وما بيعملوش حسابهم لكل الكلام ده. أوكي. طيب خلينا نروح نشوف او نسمع من الكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي الدولي وعن طاقم التحكيم في مباراة غدا إن شاء الله. كابتن ناصر إزاي حضرتك يا فندم، وطمنا الأول من وجهة نظرك كيف ترى طاقم التحكيم لمباراة بكرة إن شاء الله. تحياتي لك كابتن إسلام، وتحياتي لكابتن هاني رمزي والكابتن محمد جمال والكابتن محمد مصطفى وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، حاجة جميلة جدا وبيستمتع في الحقيقة كابتن إسلام. ربنا يخليك يا كابتن ناصر. يعني بكرة طاقم التحكيم واحد من افضل اطقم التحكيم اللي احنا عارفين عنهم وعارفين ان هم من افضل اطقم التحكيم، راي حضرتك؟ مفيش كلام كابتن اسلام، هو مدرسه ثانيه خالص مختلفه تماما عن الحكم اللي هو حكم مباراه الاهلي اتحاد جده. شفنا الحكم اتحاد جده والاهلي قد ايه كان هو متعصب، مش قابل مناقشه من اي لاعب، وهنا دايما بنقول للحكام دايما خليك هادي، طول ما انت هادي قراراتك بتبقى صحيحه، طول ما انت منفعل بينعكس ذلك على القرارات التحكيميه. وشفنا قد ايه الاداء ما كانش على مستوى، وبعض القرارات هو راح فيها للفار. نروح لسيمون حكم هولندي، هو افضل حكام في الحياه طبعا في القاره الاوروبيه، وافضل حكام كمان في العالم. النهارده كان عندنا لو تفتكر كابتن اسلام، هو جه مصر هنا ادار مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في الجوله 11، كان ده بتاريخ 2/1/23، المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها 3 أهداف مقابل لا شيء، هدفين لعمر السوليه وهدف للشحات في الدقيقه 93. المفاجاه ان هذه المباراه خرجت ببطاقه صفراء واحده بس، وكان اداء رائع جدا، كان عنده قدره على قراءه اللعب رغم ان كانت اول مباراه عنده في القاهره، كان عنده قدره كمان على التحرك فوق الميدان، شخصيه تحكيميه مستوى عالي، بيدي امان للاعبين يا كابتن اسلام داخل ميدان اللعب. يعني مش بيعطلك كلاعب، بيساعدك في انك انت تلعب براحتك. كمان عنده شخصيه تحكيميه متميزه جدا جدا نتيجه الثقه في القرارات التحكيميه اللي هو بياخدها. ادار طبعا نهائي كاس العالم 2022 في قطر ما بين الارجنتين وفرنسا، وكان المفاجاه انفانتينو وكان كمان كولينا اشادوا به اشاده كبيره جدا في هذه المباراه. وادار ايضا نهائي كاس دوري ابطال اوروبا ما بين الانتر وما بين مان سيتي، وعمل مباراه كبيره جدا جدا. عايزين نقول التحكيم بكره ان شاء الله اللاعبين اعتقد يعني هيكونوا مركزين في المباراه فقط، حكم جيد. النصيحه كابتن اسلام المهمه للاعبين داخل ميدان اللعب، عندنا دايما بنتكلم على المخالفات ركله الجزاء، وهنا شفنا الفتره الاخيره غالبيه المخالفات بتيجي نتيجه لمس الكره بالايد. طب ايه الموضوع؟ الموضوع بقى صعب قوي على اللاعبين وبقى على الحكام. شفنا المباراة اللي فاتت مخالفة على محمد عبد المنعم، والمخالفة احتسبت ركلة جزاء، وركلة الجزاء بقول بكل اللي فاهم القانون وتوضيح القانون في آخر تحديث قال إن هذه الحالة لا يجب إن هي تحتسب، ولكن هو الراجل حسبها والفار استدعاه في هذه الحالة. طب الحل يا كابتن إسلام، بنقول دايما وأنت بتقابل كمدافع داخل منطقة الجزاء لابد تخلي بالك من شيء مهم جدا، خلي الايد والذراع يعني على قدر المستطاع. روشيتا كابتن زي المره اللي فاتت كده، روشيتا كابتن زي المره اللي فاتت، يعني حضرتك قلت لنا المره اللي فاتت رقم واحد يجب ان يكون الهدوء مع الحكم، فلقينا مثلا يعني ان كهربا بمنتهى الهدوء وكل حاجه راح للحكم واتكلم معاه في موضوع ضربه الجزاء اللي في الاخر اعتقد ان كان له دور في ان هي يتم احتسابها اللي هي ركله الجزاء الاولى ضد اتحاد جده. ف روشيتا زي المره اللي فاتت كده رقم واحد كذا رقم اثنين كذا. تمام، رقم واحد يا كابتن، احنا قلنا الحكم النهارده زي ما قلت حكم على مستوى عالي جدا، زي ما قلت النادي الاهلي بيركز وده المطلوب من اللعيبه تركز داخل ميدان اللعب، لانه زي ما قلت مفيش قلق جدا من الحكم كابتن اسلام، حكم هيبقى ان شاء الله اداؤه هيبقى على مستوى عالي. زي ما قلت التركيز زي الماتش اللي فات كابتن اسلام، اللاعبين داخل ميدان اللعب التركيز
اكيد بيؤدي الى النتائج المهمه ودوت المطلوب ان شاء الله. المناقشه مع الحكم مش عيب ان انا اناقش الحكم، وزي ما قلت يقبل المناقشه، السلوك يقبل المناقشه طالما المناقشه بتبقى مش خارجه عن السلوك. زي ما قلت كهربا كان ليه دور كبير جدا لكابتن اسلام، ودي ثقافه تحكيميه بنقولها للاعبين، لما تكون متاكد من حاجه وشايفها روح للحكم، مش تضغط على الحكم ولا حاجه، ولكن حتى لما بتروح له كمان باسلوب وبسلوك طيب الحكم بيتقبل منك، وبالتالي هنا الفار بيتحرك يا كابتن اسلام. انا اللي بقوله مهم جدا، احنا بكره ممكن تكون في مثلا شكل دفاعي ممكن يكون من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نخلي بالنا من لمسات اليد يا كابتن اسلام، ودي مهمه قوي. يعني احيانا اللاعب لا شعوري اليد بتخرج او الذراع بيخرج، وهنا الحكم ما بيفرقش سواء انت بقى انت قاصد او مش قاصد، فمهم جدا داخل منطقة الجزاء ده تمام. اللي احنا بنتكلموا على اللاعبين سيمون هادي، شخصيه تحكيميه على اعلى مستوى، تركيز اللاعبين داخل ميدان اللعب اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا بكره يوفق النادي الاهلي، ولان الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يعمل نتيجه ايجابيه ويفرح جمهوره كابتن الاسلام. الحكم سيمون حكم على مستوى عالي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، وزي ما احنا متعودين دايما بيشرح لنا الروشتة اللي يتعامل بها اللاعبين. وبالمناسبه ما قاله كابتن ناصر عباس قبل المباراه السابقه، وصل للاعبين رقم واحد اعملوا كذا، رقم اثنين كذا، رقم ثلاثة كذا، وده حصل مع معظم اللاعبين. انا بتكلم بمعلومه وليس مجرد يعني كلام، فبالتالي مهم جدا جدا الروشتة، والروشتة احنا بقى بنوصلها بطريقتنا، وبالتالي ان شاء الله بكره نشوف مباراه كويسه يا جمال. بص يا كابتن، الحكم تحكيمي رائع بصراحه، مارتشينياك حكم كبير جدا، حكم يعني ماتشات كبيره منها فاينل طبعا يعني كاس العالم، حكم قوي، وحكم بكره انت هتبقى كلاعب مطمن ان هو موجود بكره. أيوة في المباراه عليك. انت لعيب مطمن انك هتاخد حقك، وكمان بكره انا بس بتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان الاجواء تساعدها، الملعب انت يعتبر ملعبك، الجماهير كلها اعتقد هتبقى كلها مصريين، وكلها حتى السعوديين هيشجعوا المنتخب، هيشجعوا النادي الاهلي طبعا. انا يعني اتكلمت مع اكتر من ناقد رياضي سعودي، كل الكلام هناك ان مشجعين كتير جدا من السعوديه حابين ان هم النادي الاهلي يوصل للمباراه النهائيه، جاله مصري كبيره جدا، مصريين كتير جدا اللي سافروا كمان للسعوديه. انا عايز النادي الاهلي بكره يستغل البدايه دي والبدايه الجماهيريه والانطلاقه دي، ان هو في بدايه المباراه يسجل هدف. انت اللي سهل لك الدنيا برده في مباراه الحاج جده انك بدات المباراه اولا ضاغط، بدات المباراه متحرر خالص من الضغوط، مش خايف من اي حاجه، حاسس ان المباراه في صالحك انت النادي الاهلي، قدرت انك انت تحصل على ضربه جزاء وتسجلها. انت بكره لو قدرت في البدايه برده تسجل هدف، اعتقد كل ما هتسجل الهدف الاول مبكرا اعتقد المباراه هترتاح جدا معاك، هتبقى انت كمان عندك الاحساس انك انت كده كده متقدم، فانت بتلعب برضو بارهاب بشكل كبير جدا، هتدي ثقه للعيبه بشكل كويس، وهتدي ثقه كمان لمارسيل كولر والجهاز الفني بالشكل. عايز اسالك بقى حته برضو فنيه، انت اتكلمت على نقاط الضعف والقوه، شايف ممكن جدا من خلال رؤيتك ان ممكن يكون في تغيير شويه في وسط الملعب، يعني يكون على حسب الاداء، على حسب الامكانيات اللعيبه الموجوده، على حسب كمان البلان اللي حاطه. انت دلوقتي ممكن تلعب على الكاونتر اتاك بشكل جيد جدا، فمحتاج صحيح. حد كمان يوصل ديت، محتاج تضغط من قدام، فانت عايز ادوات مختلفه قد تكون مختلفه شويه عن مباراه الاتحاد. من رايك ايه اللي ممكن يعمله كولر عشان نستغل نقاط الضعف اللي عندهم؟ انا اول حاجه مش محتاج ان انا استعجل الفوز او استعجل ان انا احط هدف مبكر زي مباراه الاتحاد جده، لا انا محتاج اهدى جدا، لان دي مباراه ممكن جدا تخلص بهدف واحد، تخلص بغلطه واحده تخلص المباراه. فموضوع ما تستعجلش، المباراه 90 دقيقه واحده واحده، الجون ممكن يجي في اي وقت، المهم ان انت ما تفتحش ملعب قصادهم لان هم بينقلوا الكره بسرعه جدا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما تضغطش عليهم عالي، لانه مش ضغط عالي، مش ضغط عالي لا انت مش محتاج تضغط عالي، لان عندهم قدام مهارات، لو راح على واحد على واحد يعمل لك مشكله. أوكي. لو كين راح على واحد، لو اريس راح بتبقى مشكله كبيره جدا. طب يعني هيبقى كويس بالظبط يعني. انت لا انت 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 في النهايه بتعمل ايه؟ لان هم بيعملوا هم كمان بيلد اب برضه، هم بيبداوا من تحت جدا من ناحيه فابيو، ويبدا ينقل الكوره ويطلع واحده واحده، هو عايزك تجيله تلعب تلتين ملعب يعني زي بالظبط على تلت الملعب او تلتين الملعب بالظبط، ما زي المباراه اللي فاتت فعلا، انت ممكن حتى تسيب لهم الاستحواذ في اوقات كتيره من المباراه. الاهلي بيجيد بهذه الطريقه بالظبط، مش من مش الضغط العالي، مش الضغط العالي الا لو ضغط وقطعها، لكن في الطبيعي انك بس بتلعب تلتين ملعب وبعدين تستغل بتستنى تشوف هو هيحرك بالظبط. فدي النقطه الثانيه المهمه جدا. النقطه الثالثه، انا يمكن كنت حضرتك بتتكلم مع جيمي دلوقتي على ممكن مين الثالث اللي يلعب في وسط الملعب، كوكا ولا ديانج؟ انا برجح عوده ديانج، لانه ممكن القوه الجسمانيه بتاع ديانج في معركه وسط الملعب مع اندريا ومارتينيلي في وسط الملعب، عندهم اثنين لعيبه جامدين جدا في وسط الملعب، وليما كمان البرازيلي لو نزل في اي اوقات مع جانسو قدامهم، هيبقى في معركه جامده جدا في وسط الملعب.
ديانج عنده القوة البدنية، عنده ممكن من الخبرات أكثر من كوكا. في المباراة دي هحتاج جدا ديانج، وممكن جدا التفكير في أكرم توفيق، ولو أن محمد هاني بادئ المباراة اللي فاتت بشكل هايل جدا وكويس جدا، وكمان عنده من الخبرات برضو اللي تأهله ان هو يلعب مباراة بيلعب كاس العالم بشكل مساوي، هي عديته على كاس العالم بالظبط يعني. فلا بالعكس هاني. والنقطة الأخيرة بقى ان انت ما تنجرفش ورا المان تو مان، انا هلعب زون، انا مش عايز اروح مان تو مان. اصل لو رحت مان على كينو هتلاقي علي معلول بيروح مع كينو لغايه ناحيه اليمين وتلاقي الدنيا لا طبيعي، ما لو لعيب دخل لجوه بالظبط دخل لجوه بيسلم وسط الملعب يعني. انت في النهايه بتقفل المساحه بتاعتك، بتقفل زوايا التمرير، هتاخد الكوره. هنا بقى اهم نقطه عندك، وامام عاشور وديانج مروان عطيه لازم يشتغلوا عليها، ازاي تنقل الكوره باسرع طريقه ممكنه لبيرستا وحسين الشحات بسرعتهم، تقدر ان انت تحرز هدف. اخيرا التشكيلين من وجهه نظر كل واحد في حضراتكم. شايف طبعا تشكيله النادي الاهلي بكره مش هتختلف خالص عن مباراه اتحاد جده، الا بس في حته كوكا. يعني مع احترام طبعا كوكا لعيب مباراه كبيره جدا ولعيب واعد، واعتقد ان هو هيبقى ليه دور كمان في المباراه. بس انا بشوف فعلا واتفق مع محمد ان ديانج هو اللي يكون موجود بكره في التشكيل. يعني هو الشناوي عادي علي وهاني وعبد المنعم وياسر. طبعا انا برضو عايز احيي واشوف ياسر ابراهيم من اللعيبه اللي بتقدم ماتشات كبيره جدا الفتره اللي فاتت. وسط الملعب ديانج مروان، وطبعا يكون معاهم امام عاشور اللي امام بكره برضو هيكون عليه دور كبير، بيرسي وحسين وكهربا. اعتقد ده التشكيل الانسب للنادي الاهلي. وانا بكره متوقع محمد الشناوي انا اتوقع بشكل كبير جدا بصراحه ان بكره ممكن تكون ليله تالق بيرستاو. بيرستاو من اللعيبه اللي بكره ممكن تشكل خطوره كبيره جدا جدا على فريق متوقع هيحرز امام الاتحاد، فناجلها لبكره. الاهلي طبعا تشكيله انا موافق جدا جيمي على التشكيله، هي نفس التشكيله. ممكن ديانج هو اللي يعوض كوكا، ممكن في وقت من الاوقات تحتاج قفشه لو محتاج تنقل لعب، محتاج انت عندك مشكله في نقل اللعب في وسط الملعب، ممكن جدا انت تحتاجه في وقت من الاوقات. ممكن برضو لو محمد هاني مع الضغط اللي هيبقى كبير عليه اكرم ممكن موجود. بالظبط اكرم ممكن يكون موجود، فدي بدائل. ولكن التشكيل الاساسي اظن ان هو زي ما هو مع ديانج، والتشكيله بتاعتهم هم حتى اللي لعبوا بيها مباراه الفاينل اظن ان هي هتبقى هي مش هيحصل تغييرات الا في اضيق الحدود زي ما قلنا ليما او كينيدي، هم دول البديلين. ولكن العناصر الاساسيه عندهم من اول فيليبي حارس المرمى اللي عنده 43 سنه، وصادو فيليبي ميلو ونين واحد من المدافعين الكويسين، وناحيه اليمين صامويل، ناحيه شمال مارسيلو، في وسط ملعب اندريا واحد من اللعيبه اللي نحط عيننا عليها لان واحد من اللعيبه هيطلع اوروبا ده في الغالب. بالظبط هيروح ليفربول، وجنبه مارتينيلي واحد من اللعيبه الكويسه بيكون بديله ليما لما بينزل، وليما ده عنده امكانيات كويسه يقدر يلعب على الجناح ويقدر يلعب في وسط الملعب. قصادهم جانسو، وعلى اليمين ارياس اللاعب الكولومبي راجل خطير جدا، وعشان كده علي معلول محتاج دايما واصغره كمان، اصغره بسنا كمان، واصغره بسنا 21 هو لا 26 سنه هو في الاصغر. في الاصغر كينيدي بقى، وطبعا اندريا في وسط ملعب 21 سنه، دول يمكن الاصغر. ولكن الارياس خط الامامي كتير جدا كله كبير، هو اصغر المهاجمين، اصغر مهاجمين اصغر خط الامامي. كينو ناحيه الشمال، والفيرو طبعا كان واحد من اللعيبه اللي بيخطف من نص فرصه، فمحتاجين القوه والحماس اللي عند ياسر وعبد المنعم والتركيز ايه في المساحات اللي تقدر، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. اشكرك جدا محمد على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا خليك. وكل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا شكرا جدا كابتن محمد، نورتنا محمد جمال. شكرا جزيلا على وجودكم معانا. كانت هذه حلقه ليله المباراه في الاهلي في المونديال. بكره هيكون اجازه، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الثلاث، وان شاء الله يا رب ان شاء الله نكون بنستعد للمباراه النهائيه ان شاء الله. عايز ربنا هيكون ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نشوف حضراتكم يوم الثلاث القادم، ويا رب يبقى على خير ان شاء الله. تصبحوا على خير.